يا هلا وسهلا بالجميع، هلا والله، يا هلا وهلا. يا هلا وسهلا بالجميع، ما عندنا موضوع اليوم، سواليف بس. يا هلا وسهلا أخوان وأخوات، هلا والله، كيف أموركم؟ كيف حالكم؟ ما عندي موضوع اليوم ترى، بس سواليف. تبغون نسولف؟ سولفنا مواضيع، والله ما عندي. انتهى الموسم بخير وشره، مبارك نادي الهلال، وارد لك للأندية اللي هبطت والأندية اللي ما حققت إنجازات. لكن موضوع ما عندنا، تبغون نتناقش موضوع، تطرحوا لنا موضوع نتكلم فيه، نسولف، نسألكم أسئلة وتجاوبون اللي تحبون. تبون نلعب مع أحد، نتسابق، إيش رأيكم؟ أنتوا على طول اطرحوا لي. والله تفضل غني يا حبيبنا، أطلع تعال، الله حييك، غني واطربنا الشيء اللي تحبه سويه يا حبيبنا. أستاذ مازن، والنعم فيك. يا هلا وسهلا. طبعا اول شيء اسعد الله مساك بكل خير. منور يا طلال، شو اخبارك؟ يا هلا وسهلا، هلا والله، كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله، وش أخبارك أنت؟ طيب، والله تمام الحمد لله. مازن، نسمعكم؟ أستاذ مازن، سمعنا راشد اوكي، الماهر. نبى نبعد شوي على الكوره لان صراحه ابعد، زعلانين على اهلي. خلاص ابعد عن الكورة، خذ راحتك، نبغى اليوم اوكي نطلع المواهب الجميلة مثلكم حبيبي. الله يسعدك. لا تقولوا ما اقدر اجيبك، لا تقولوا هذه صعبة، اجيبه يعني اجيبه لو كان تحت الحراسة. ودان ودان ندان أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. ومقطع يا الطائر سلام سريع كذا. يا سلام يا سلام. طيب أستاذ مازن، ما أبغى راشد، أبغى مازن. أنا أبغى أسمع صوت مازن الحقيقي، ما أبغى راشد، أبغى إحساسك أنت. ابشر ابشر والله تمام عمر. أيوه أبغى إحساسك. راشد حبيبنا كلنا، أبو طلال، بس أبغى إحساس مازن. ابشر. لا تسامحني ولكن لا تضيق، ما ابيك تضيق يا بسمة شفاتي، افترقنا ونعدم فين الشهيق، اختي نقوى قوم ولملم شتاتي، كل ضحكة يم غيرك ما تليك، يا غيابك كيف ودان المماتي، تهتفي بحر الحزن وانا غريق، والبقى لله في باقي حياتي. الله الله، هذا مازن، هذا الصوت وهذا الإحساس، هذا اللي نبغاه. الله مازن ما يسعدك. شاء الله تبارك الله، عندك الموهبة، عندك الإحساس، وعندك نبرة الصوت، وعندك الأسلوب، وعندك الإلقاء، ما شاء الله تبارك الله. ليش الله متقمص يسلمك. شخصية راشد؟ ليه ما تكون مازن والله شوف، لحظة؟ انا عشان الصوت هو قريب تقريبا نوعا ما، يعني قريب الصوت مره. حلو،
بحاول اطلع من المود هذا، لكن ان شاء الله باذن الله. في تعلي دائما اطلعك جالس منه. شغال دحين انزل اغاني ان شاء الله باذن الله. تستاهل حبيبنا، تستاهل يا مازن. الله اعطينا يسعدك. شيء حلو كذا بعيد عن راشد. افضل القديم، انا اغاني قديمه. ادينا قديم، ادينا اي شيء حلو، اي شيء حلو منك حلو. عبد الكريم عبد القادر كيف؟ ادينا اللي تحب، اللي شوف ابغى احساسك، ابغى الاغنيه تطلع اوكي باحساس مازن. ما ابغى اوكي اشوف احساس عبد الكريم، احساس راشد، ابغى احساس مازن هو اللي يحس بالاغنيه. ابشر. جيتني توداني، صمت سكوت، صمت سكوت، يا وقت لا تمشي، لا تمشي سرعة وتفوت، سرعة وتفوت، إيدي إجت في إيدها نار وجمر، عيني سكنت في عينها وقالت صبر، وأنا من الفرقة أحيا وأموت. الله 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 يسعدكم. الله الله يا مازن. لا تروح اليوم، خلينا طرب اليوم احسن، خلينا طرب، خلينا نطلع الناس من الهموم والحزن اللي ساير في كرة القدم. الله يسعدك. حبيبنا مازن والله مبدع ما شاء الله تبارك الله. شوف لما طلعت من المود وثوب راشد حبيبنا ابو طلال، ظهرنا انا مازن بالشيء الجميل. انا اعرف واحد كمان الله يسلمك. استاذ مازن، بدر، تعرفت عليه في احد المواقع، نفس الطريقة ترى حقتك انت، يقلد راشد كوبي، كوبي كبير يعني، لكن دائما حاول فيه انه يطلع من هذا المود، يطلع من هذا الشيء، لانه عنده موهبة، لازم يتقمص شخصيته ويكون موهوب صحيح. عشان يظهر للساحة. وانت موهوب ما شاء الله، حتى صوتك الله قريب من يسلمك. راشد ترى، ما ادري هو تقليد ولا الصوت، انت لا تحب زي لا كذا. الصوت طبيعي كذا. الله حتى يسعدك الضحك حبيبنا. هذا كان، لكن الاغاني، الصوت في الاغاني ان شاء الله في أنت خط من ثاني وين لي يا خاص مازن؟ فيه. انا من مكة، أه مكاوي، مكاوي حق مكاوي. سمسمية وحركات وعجل وهذه ايه الحركات. خبيتي. طب أعطينا، أعطينا واحدة خبيتية كذا سريعة. بس الخبيت والله انا ماني حاول كثير يعني. ابدع أنت فيها. ايه ما ألفت كلمات أنت وقلتها والله لنفسك ولا ما تحاول تدندن؟ انا ما اكتب شعر، انا بس اخذ من شعر أخذت واغني. من مين؟ في شاعر اسمه ابراهيم الطورقي، إبراهيم من مكة كمان ولا من وين؟ اي من الطائف، اخذ من عنده يعني كذا، وشغال يعني على اغاني. الله يسعدك حبيبنا والله مازن، اللهم امين. صوت وأداء، الله يحفظك إن شاء الله، ونورت البث الله وأنت يسعدك. مكانك وتشرف الله بإضافتك يسعدك معنا استاذ طبعا. طلال، وانا سعيد صراحه اني طلعت عندك في القسط هنا وتشرفت فيك، حبيبي أنا وأعلى متابعتك، وكلامك وأتمنى الناس العلم. كلهم الله يتابعونك. يسلمك. الله يسعدك استاذ طلال. وأي مكان أو الله أي وقت يسعدك. تفتح أنا بجيك أطب عليك على طول، الله يحييك في أي وقت. الله يسعدك. وبنتقدك على طول إذا غنيت راشد، بنتقدك على طول. لا لا، بغني لك بصوتي انا، بصوت مازن. ايوه كذا صوت مازن، صوت حلو. الله يسعدك حبيبي مازن، الله يسعدك استاذ طلال، وتحياتي لك والله. شكرا شكرا حبيبي، الله شكرا يسعدك. شكرا. يا هلا وسهلا بالاخوان والاخوات، منورينا جميعا، الله يحييكم. ايش تبغى اتكلم على ايش؟ بطلعكم واحد واحد، تبغى تتكلم على ايش؟ شكرا شكرا استاذ، شكرا حبيبنا، الله يسعدكم جميعا. أحسن ظهير في الأهلي كان يوصل كورة صح؟ أوه حمشيرية، ما في
كلام. الله يسعدكم جميعا. والله في ناس طالبين قستات كثير، بس ما نبغى نتكلم في الكورة. إذا سمحت والله ضيفوا صاحب الصندوق يستاهل، أستاذ مين؟ خلينا نشوف. MOO 7.1 ضيفوه يستاهل والله. نبغى نغني اليوم، ما نبغى نعيد الذكريات. الله الله يسعدك أستاذ السنة عبيد، نعم فيك. تبغى تتكلم في الكورة؟ آخر شيء نتكلم في الكورة، خلينا نتفرفش شوية إذا سمحت والله. أنا قلت الهلال لما يحط عونه على الدوري ما يفرط فيه. الله يسعدك أستاذ، أنت الكبير والكبير رب العالمين. الله يسعدك، معوضين خير إن شاء الله. إحنا داخلين عشان تسعدونا، نسمع أصواتكم، نسولف معاكم. والله أحب الشيء الجميل. إذا تطلع تغني له يا أستاذ ريان، الله يحييك. والله لعيبة كثير، لعيبة كثير. أبشر أبشر، تامر أمر وينك أنت؟ تعال غني لنا، صوتك حلو ولا؟ اديني نموذج يا أستاذ. وينك وينك وين رحت؟ طب اطلب قست عشان اطلعك. الله يسعدك أستاذ فهد. فهد ولا انا غلطان؟ أستاذ فهد، أستاذ سعود، سعودي قديم، نعم فيك. محب التراث تغني يا أستاذ، أستاذ محب التراث. والله ما فيها لعب بصراحة. تبغون تلعبوا؟ والله ما فيها لعب مع الناس. راحت الشاشة ليش كذا؟ رجعت ارجعها زي اول عشان القستات. راحت زي اول بس. ادخل على جوجل واسأل وشوف. حراسة المرمى كان. والله رأيي تكلمت فيه يا أستاذ، والله تكلمت فيه كثير. أستاذ مين؟ إم واي. والله تكلمت فيه، رأيي وقلته من أول لكن ما حد سمع. الكابتن تبغى تيشرت؟ أبشر والله أبشر، تامر أمر بنزله مزاد، إيش رأيكم؟ مشكلة أنا فاتح من الأيباد والصور كلها في الجوال. الله يسعدك أستاذ يوري، منورة. ما يجي من الورد إلا الورد. الله يسعدكم جميعا. ضيفوا صاحب الصندوق وخذوا الجواهر اللي فيه، استاهل. نعم فريق الوحدة فريق كبير بصراحة. الله يسعدك حبيبنا، أبشروا أبشروا، نبغى مواهب موجود. أنا أستاذي في المجال الرياضي، ناخذ عشوائي عشوائي ولا في واحد ما عمره طلع معانا؟ شوف عبد المجيد ممكن، ولا سلطان. سلطان هذا سلطان ما طلع معانا، خلينا نشوف سلطان اليوم. أبشر أبشر، كلكم بطلعكم بس، أبشروا. يا هلا استاذ سلطان، حياك الله يا كابتن طلال، يا هلا وسهلا. هلا والله، الله يحييك، ارحب فيك وارحب في متابعينك الكرام. الله يسعدك حبيبنا. والله موهوب استاذ سلطان اكيد. حياك الله يا كابتن طلال، والله بصراحة احنا زعلانين من البارح والله، من هبوط النادي الاهلي، نادي عريق والله. صادق صادق صح، لكن قدر الله ما شاء فعل. هذه نقول اللي يجي مجاله مو مجاله، يعني صار يتخذ قرارات غير صحيحة، هذا مصيره. لكن والله كيان طلال، يبقى حتى كيان، تضحية. يعني كيان كبير زي النادي الأهلي يعني يهبط، هذه حاجة كبيرة في الكرة السعودية، ولا قد صارت. يمكن نادي عمره 85 سنة يعني
حدث عالمي انا اعتبره هذا، الله المستعان. بس لا شوف، لا تقول كذا أستاذ سلطان. شوف دائما العمل يفرض نفسه. النادي الأهلي له تقريبا 4 سنوات 5 سنوات قاعد يقدم عمل سيء صراحة، والعمل السيء دائما يعطي انطباع سيء أمام الرأي العام والجماهير، وهذا واقع. اليوم شفنا الواقع، كان بالإمكان أحسن مما كان، لكن لآخر جولتين الوضع ما تغير ولا تعدل ولا تصلح ولا في إحساس بأي شيء. صحيح يا كابتن طلال، يعني لو الاهلي لعب قدام الرائد نفس لعبه قدام الشباب كانت 3 نقاط بكل سهوله حيجيبها. طب احنا ايش دخل دحين؟ لحظة لحظة استاذ سلطان، في واحد هنا كاتب استاذ فيصل، ايش دخل الرئيس؟ احنا تكلمنا عن الرئيس استاذ سلطان، ما تكلمنا على شيء. احنا احنا قلنا قاعد لو كان، نادي احنا الاهلي ما نتكلم جبنا رئيس ولا جبنا بالشكل اداره العام، ولا ما اتكلم، اتكلم على عمل تراكمي، عمل تراكمي، عمل مؤسسات. احنا نتكلم على النادي الاهلي لا يملك لا طلال ولا سلطان ولا اي احد، تملك الدولة، وهذه ممتلكات الدولة. فالعمل لازم يكون عمل مؤسساتي، عمل تراكمي، عمل لصعود هذه المنشأة لأعلى القمم. احنا نتكلم. برضو في نقطة يا كابتن طلال، تفضل. تكلم كابتن خالد الشنايف يقول هبوط الأهلي نتيجة قرار، يعني في شخص متفرد بالقرار لوحده في النادي، يعني هو من 2018 احنا ما ودنا نذكر أسماء، لكن هو المتفرد بالقرار في النادي، يعني كل شيء هو اللي متفرد فيه، لا لا وهذا شوف من شوف أسباب سقوط شوف النادي شوف الأهلي. لا بس لحظة أستاذ سلطان، عشان لا نظلم أي شخصية. إحنا نتكلم على عمر تراكمي من 4 سنوات إلى 5 سنوات. تغير شكل النادي الأهلي، تغير بيئة النادي الأهلي، صارت بيئة النادي الأهلي طاردة للعيبة، طاردة للمدربين، طاردة للعيبة المحترفين. اليوم لما نشوف العمل ليس عمل إدارة معينة، عمل إدارات تتابعت على النادي الأهلي، وكان عملها غير صحيح صراحة، بسبب لا في منهجية ولا في أي توجه. يوم جماهير النادي الأهلي لو تسألها قبل 4 سنوات هل أنتم تعرفون إيش الآلية أو التوجه اللي ماشي عليه النادي، يقول لك لا ما نعرف. المفترض صحيح اليوم، المفترض ما دام الدولة تضخ المبالغ المالية الكبيرة، المفترض ما في رؤساء أندية، في مدراء تنفيذيين ينفذوا قرارات الدولة. رؤساء الأندية اليوم يتواجدوا في الأندية، البعض منهم ما يقدم عمل، والبعض ما شاء الله تبارك الله. يعني نتكلم على فهد بن نافل، قدم عمل مؤسساتي كبير، نقل الهلال نقلة نوعية كبيرة من نادي إلى شركة. الهلال اليوم يملك إعلانات على مستوى كبير، شركات راعية على مستوى كبير، أكاديميات متفرعة في مدينة الرياض، وبصدد انه فتح اكاديميات على مستوى المملكه. هذا العمل المؤسساتي اللي نتكلم عنه. فعلا يا كابتن طلال، لكن لاحظنا النادي الاهلي يعني كل الفرق قاعده تتطور، قاعده تتحسن، قاعده تجيب لعيبه، قاعده يغيرون فكر النادي الاهلي من 2016 تقريبا، من يوم اخذ الدوري هو ما تغير. يعني انا ما اشوف ضعف في الاهلي، انا اشوف تطور في الانديه والنادي الاهلي زي ما هو، يعني وفي بزياده عن اللزوم، يعني زي المهاجمين، زي اللعيبه الاجانب محتفظ فيهم، بس خلاص كل شيء له وقته. شوف احنا نتكلم على شيء مرئي امامنا استاذ سلطان اليوم، انه نتكلم على لعيبه، نتكلم على اجهزه فنيه، لكن في امور تخفى عن الجماهير الرياضيه، يمكن انا اعلمها وفي ناس يعلموها من اللعيبه السابقين، انه في ديون على النادي الاهلي متراكمه من سنوات من ادارات ما تصفت لحد اليوم. كل اداره تحاول تسدد وتقارب وتسدد ديون وتجلب لعيبه، لكن برضو التركة ترى كبيرة على النادي الأهلي. التركة، أي رئيس بيمسك النادي الأهلي ترى التركة اللي عليه من ديون ومستحقات لعيبة أجانب ومحليين ترى كبيرة. فلا نظلم أي إدارة. هذا العمل من 2018 قاعد يسير. هذا العمل، العمل التراكمي زي ما قلت لك السيء، أعطى معطياته اليوم. ما تفاجأت أنا من يوم من الأيام إنه النادي الأهلي بيوصل لهذه المرحلة، بسبب إنه نفس البيئة ونفس الشخصيات ترى ما تغيروا. الشخصيات المدسوسين الموجودين، إحنا دائما نتكلم على عنصر المؤامرة، عنصر الدسايس الموجودة، أحد بينزل النادي الأهلي، لا لا، النادي الأهلي نزل
بشخصيات محبة للنادي الأهلي، بسبب إنه كل واحد يبقى يفرض شخصيته، يبقى يفرض مكانته على النادي الأهلي. النادي الأهلي لا ملك لا طلال ولا سلطان ولا أي أحد، ملك جماهير وملك الدولة. المفترض يكون حريص أي إنسان يجي يمسك هذا كيان كبير مثل النادي الأهلي، يكون حريص على ممتلكات الدولة، وحريص إنه يوصل هذا النادي إلى مستوى عالي. ليش أنا أقول يا أستاذ سلطان إنه المفترض الدولة اليوم ما في رؤساء أندية، في مدراء تنفيذيين ينفذوا توجه الدولة في رؤية 2030 للنهوض بالرياضة. يعني يا كابتن طلال، دحين النادي الاهلي يعني اللي بنوه اصحاب السمو الله يرحم اللي توفى منهم واللي يحفظ اللي باقي منهم، صحيح صحيح بنوه في 85 سنة، يجي يعني عابث يعبث فيه في موسم واحد يهد كل اللي انبنى. يعني الناس دحين الفرق دحين بتقول خلاص يعني ما عاد يعتبرونه من الاندية الكبار بسبب الهبوط هذا، زي ما تقول وصمة عار. ما ودي والله اقوله، يعني النادي كبير وله احترامه، وما ودي الواحد يعني والله ما ادري ايش اقول يا كابتن طلال، نخلي الكلام لك يعني. لا لا، شوف احنا لما نتكلم على أندية مهما نزلت الأندية لدرجة أقل، اليوم نتكلم على أندية أوروبية، ميلان، يوفنتوس، نابولي، أسماء كبيرة ترى في العالم. أندية العالم هبطت لدوري الدرجة الأولى والدوريات الأقل، لكن صعدت بشخصية أخرى. صحيح يا كابتن طلال، اليوم على نقطة يعني هبوط الأهلي، يعني هذول هبوط بسبب تلاعب ممكن في النتائج، ممكن هذه ممكن تنبلع عند الجماهير، لكن هبوطك يكون من مستوى توصل ترتيب قبل الأخير، وهبوط من خسائر من هذا شيء كبير في حق الكيان. شوف، كرة القدم اليوم عالم متغير ومتحول، بمعنى أنه عطائك داخل الملعب وفكرك وقيادتك لهذا النادي وهذا الفريق بيعطي المعطيات اللي تطمئن الجماهير فيها. اليوم لما نشوف المعطيات من بداية الموسم، أو شوف أنا ما بتكلم عن الموسم، أنا ترى مواسم سابقة كان نفس المعطيات، لكن النتائج كانت تمحو المعطيات هذه. 5 سنوات أو 6 سنوات كان الأهلي فيها يعاني عناصريا داخل الملعب، تدريبيا، إداريا، كلمة الشخصية الواحدة اليوم في كرة القدم غير موجودة. اليوم الدولة تبحث على نقل كرة القدم إلى عالم الاحتراف الحقيقي وعالم الحوكمة والمؤسسات، وهذا هذا الشيء الصحيح. اليوم لا يملكه النادي، لا يملكه طلال ولا سلطان، تملكه الدولة. زي ما تفضلت أنت، أسماء كبيرة بنت هذا النادي وهذا الكيان 80 سنة أو أكثر. جو جيل جديد، جيل مختلف، جيل يبحث عن إنجازات، لكن جيل ليس متمرس في الرياضة ولا في كرة القدم ولا في القيادة. وصل الأندية اليوم، ليس الأهلي ترى، أكثر من نادي ترى يعاني اليوم، لكن بعض الأحيان النتائج تمحي العمل السيء للإدارات. اليوم ما نظلم أي إدارة موجودة، العمل تراكمي، عمل مستمر من سنوات. اليوم أعطى أكله اليوم في مباراة الرائد، مباراة الشباب، ومباراة السابق كلها. تخيل النادي الأهلي لا طعم، لا أداء داخل الملعب، لا روح قتالية، لا شكل فريق. دائما النادي الأهلي كان ممتع للفريق، رغم أنه بعض الأحيان كان يخسر، لكن ممتع لجماهيره، مساندة لجماهيره له بشكل كبير. اليوم لا أداء، لا روح، لا عطاء، حتى انهزامية واضحة، انهزامية واضحة من اللعيبة، انهزامية واضحة من الإدارة. في فجوة كبيرة اليوم بين الجماهير وبين اللعيبة وبين الإدارة، فجوة ليش كبيرة واضحة اليوم. طلال من 2016 يعني بطل كبطل للدوري، ما بينه وبين الهبوط 5 سنوات، 5 سنوات، ايش اللي اختلف في النادي الاهلي يعني فيها يا كابتن طلال؟ أستاذ سلطان، زي ما أنت تعمل وتبى تنجح، الأندية ترى والمنافسين يعملوا. مثل ما أنت تبحث عن لعيبة في على مستوى الأندية تستقطبهم، الأندية تبحث عن لعيبتك. اليوم حتى العنصر الأجنبي اليوم ما هو مؤثر في النادي الأهلي، ما هو مؤثر. يعني أمس شيء بسيط، يعني شفنا بنيجا أمس كيف هو اللي يقود الشباب، أي كورة تمشي مع البنيجا، رغم أنه سنه فوق 35. تتكلم على غريب، تتكلم على هيثم، تتكلم على لعيبة صغار، لكن فاقدين الثقة في نفسهم، فاقدين ثقتهم بجماهيرهم. هذه المشكلة الكبيرة اللي يعاني منها الأهلي.
ترى هذه تراكمات. العمل طالع دائما السد سلطان، العمل الناجح دائما يعطي اكله بعد الخطه. يعني فرضا انت تبغى تمسك نادي، لازم يكون عندك خطه مدروسه تمشي عليها بالشكل الصحيح عشان توصل لاهدافك. لكن تجي بدون اي خطه مستحيل توصل لاي هدف ترى. طيب يا كابتن طلال، يعني الاهلي اللعيبه فيهم روح انهزاميه. طيب حتى بالمكافآت اعطاه كل لاعب، اتوقع لو فازوا على الشباب امس 500 ألف، يعني للدرجه هذه روح انهزاميه حتى بالمكافآت؟ يعني طيب هل سؤال ال 500 ألف هذه اللي أنت تتكلم عنها أستاذ سلطان، هل اللاعب استلم حقوقه؟ إحنا سمعنا في فترة سابقة عن الحوكمة، صح ولا لا؟ شفنا الديون الموجودة على مستحقات اللاعبين تفوق الديون الأخرى. فيعني أنت بتعطيني 500 ألف حلو أو 200 ألف، لكن مستحقاتي اللي موجودة عندك ما أعطيتني إياها. المكافأة حافز، لكن الشيء الأساسي أنت لازم تعطي اللاعب الشيء الأساسي عشان تعطيه أو تغير روحه المعنوية للأحسن. مو تجي في آخر حتى لو الموسم تبغى لاعب تقدم حقه له عندي، مكافآت. حقه يعني. حتى لو حتى بعض الأحيان ماشي ترى بعض الأحيان أستاذ سلطان، يمكن الجماهير الرياضية ما تعلم هذا الشيء. بعض الأحيان رؤساء الأندية يعلنوا على المكافأة لكن يخصموها من حق اللاعب. البعض ترى زي كذا يصير، يعني يقول لك انا بديك اليوم 20 ألف يا استاذ سلطان وانت راتبك 20 ألف، يقول لك هذا حقك خلاص اخذته. طيب هل يضحي بالكيان من اجل مثلا، حتى لو ما اعطاني حقوقي ما اعطاني لي عنده، هل اضحي بتاريخ نادي عريق من اجل حقوقي؟ ممكن تجيني بعدين ممكن، لكن ما اضحي بالاهلي، الاهلي اولا صحيح واخيرا. صحيح، لكن نقول الله المستعان حبيبي. الله يسعدك استاذ سلطان حبيبي. وسامحنا على شكرا. الاطاله يا لا كابتن، لا شكرا شكرا استمتعنا حبيبي، شكرا. معاك. الله الله يسعدك يخليك حبيبي، طلال، الله يخليك، سلام عليكم. شكرا شكرا. نعم تركي آل الشيخ دخل النوادي السعودية وخرج، ايش ما فهمت زين. المحيان الوحدة وثبوت وعداوي إن شاء الله. كل مرة نقول كذا والأهلي يصير أسوأ. الله يسعدكم جميعا. والله شوف، احنا ما احنا شايفين اليوم، لو نبي نتكلم على أخطاء الإدارة لازم نشوف اليوم إيش العقبات اللي واجهوها عشان نقدر نحكم. أنا ما دافع عن أي أحد اليوم، أنا أتكلم بواقع. خلاص الأهلي هبط اليوم، كيف ننتشل الأهلي من هذا الهبوط يرجع؟ ترى دوري الدرجة الأولى أو الدوري يلو مختلف عن دوري المحترفين. شفنا نادي القادسية، شفنا نادي الوحدة بالقوة صعد، شفنا الاتفاق فترة سابقة، شفنا القادسية له تقريبا فوق الموسمين ما قادر يصعد. ترى اختلاف ترى. الله يسعدكم والله. ما لي دخل أنا خلاص. ساعات في الشغل قاعد يا ساتي. أبشر أبشر أبو سارة، نعم أبو سارة، أبشر أبشر أبشر. هلا أبو سارة، هلا والله، هلا اخوي طلع، هلا والله، كيف يا حالك؟ هلا وسهلا، كيف حالك، كيف أمورك؟ من الشخصيات والله الجميلة والله أبو الحمد لله سارة، تمام، ابشرك الحمد لله. متواجد الله ومتفاعل يسعدك، ما شاء الله تبارك شكلكم الله. عن الكورة اليوم. لا 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 انا فاتح ترعاه، الحمد ما لله، عندي لازم مشكلة. يكون لك، الكورة انتهت، لا خلص اقول لك لازم الدوري، واللي الواحد هبط يكون له، هبط واللي اخذ البطولة اخذ البطولة. نبغى نغير المود شوية، نبغى والله نسولف نتكلم. ابو سارة صوتك راح ترى. عزانا على الاهلي والله. دحين نقول لك ايوه نبغى صوت نتكلم واضح، شيء، ايوه ها دحين صوت نقول لك واضح. دحين نقول لك نبغى نتكلم بعيد عن الكورة، تقول لي الاهلي عزال على الاهلي. كيف ابو سارة؟ تفضل حبيبي تفضل، خذ راحتك خذ لا راحتك. خلاص لا الاهلي خذ راح، راحتك خذ والله راحتك خذ راحتك. والله شوف انا مالي في الكوره. الله يسعدك، لا والله انا مالي في الكوره، يعني لي اكثر من 20 سنه مالي في الكوره، شغال حلو. اضيع وقتي ليش؟ انا ابغى اسال، يعني اضيع وقتي ليش؟ انا ماني بستفيد متنفس شيء، صح ولا لا؟ متنفس متنفس.
التنفس جميل ترى الرياضة أبو سعد. هذا يا طلال، إيه انا لا 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 بالعكس، انا معاك، انا ما عندي اي مشكله، متنفس كويس، بس انا من الجمهور ما عندي شيء، اضيع ولد خالتي وقتي عبد الله في متعب. الكوره، عرفت؟ إيه طيب أبو سارة، أبى أستغل تواجدك اليوم، عرفت؟ أبى أستغل تواجدك، أبى ايوه تخبرني على التطبيق توب رايت إيش يقدم التطبيق. نبي نسوي توب دعاية رايت توب رايت اليوم. تطبيق يقدم خدم ابد 50% الحين عرضنا لاخونا طه مشعل، اي اسره منتجه حبيبي حابه تسجل معانا ابد نشرف فيها، نشرف فيها في حلو التطبيق، عرض منتجات وتوصيل طلبات اسره منتجه، الحمد لله التطبيق قايم حلو. وشغال الحمد لله. ايوه الحمد لله ان طب يعني ايش الميزات تطبيق الموجودة في التطبيق يا ابو سارة؟ ان شاء الله تقدر تحط لنا اني صورة، انا تقدر تحط اقدم. لنا صورة تقدر تحط لنا صورة التطبيق يا ابو سارة؟ موجود في حسابي، بس ادخلون يلقون كل شيء فيه، حلو، اسمه توب موجود رايت. فيديو ايه تو برايت. وابد الميزات ان شاء الله بيكون، انا جبت للاسره المنتجه اللي هو حلو الجمله، اسواق الجمله، صفقات، حلو هذه تعاون معاهم، هذا خصم لهم، يعني جبنا كثير منها يعني. طب انا عندي عرض لك اذا تسمح تفضل لي. تفضل. ايش رايك يوم من الايام نفتح بث حلو 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 ويكون برعايه توب رايت؟ أبت، أنا تحت أمرك يا هذا، أنت حلو بالعكس أنت تأمر أمر يا أستاذ طلال. ايوه، وتعطينا معلومات عن توب رايت، أبد الاشياء أبد، المميزه، أنا لو يجوا يشاركوا معانا الاسر المنتجه كمان اللي مشاركين في التطبيق، يكون أبد أبد اجمل أبد واجمل كمان. أكيد أكيد، وأنا أشوف الشباب كل أبوهم اللي موجودين في تحت يكتبون كل أبوهم عن الكورة. بعدين حبيبي مرة ثانية إن شاء الله بيكون، الله يعطيك شكرا العافية، حبيبي، شكرا لك شكرا لك. المرة الثانية إن شاء الله بيكون قبلها بيوم نسوي إعلان إن هذه اليوم خاص للأسرة المنتجة ولتطبيق توبرايت. ابشر ابشر أوكي، كذا كذا ابشر يكون أفضل أفضل إن شاء الله. وأنا من على تواجدي معاك الحين، أي أحد يبغى يسجل في تطبيق جيني أبد، أنا سفير معاهم، واحد يبغى يسجل في تطبيق جيني أبد، والتفعيل فوري أبد أبد، ايش نتشرف تطبيق فيه. جيني هذا؟ ايش هو تطبيق جيني؟ تطبيق أيوه توب رايت في الآيفون في الأندرويد كله موجود يعني. إيه لا، التطبيق اللي انت تتكلم عنه الان ايش هو؟ جيني اللي هو تطبيق جيني، تطبيق توصيل ايه؟ مشاوير، وأنا حلو سفير فيه، أنا ما سفير شاء الله معاهم الحمد لله، يعني حلو. أنا سفير معاهم وعلى خبرتي الطويلة معاهم، وأنا من 2011 معاهم يعني ما شاء الحمد الله لله. تبارك الله، أيوه، وأنا الآن أبد أي واحد أبغى يسجل في جني أبد أنا أخدمه وأتشرف فيه بالعكس. طب ايش رايك يوم كذا تحدد وانت أبشر. نتواجد مع بعض، تجيب لي التطبيقات المميزه عندكم، أيوه ونسوي زي الدعايه لهذه التطبيقات، والاسر المنتجه يتواجد معنا، يتكلموا على المشاريع، يتكلموا على الشيء، وهنا ما شاء الله الاخوان والاخوات الموجودين يتفاعلوا معاهم وما يقصروا أبد، بصراحه. بالعكس بالعكس، أنا أشوف بديت التطبيق من الصفر، يعني ماني من الناس اللي عندي رجل أعمال، والله إني هذا، وأنت عارف التطبيقات مكلفة جدا جدا، بس الحمد صحيح لله الحمد لله إني اشتغلت وأثبت وجودي الحمد لله، والتطبيق قائم وشغال، يعني عندي حول 700 أسرة منتجة في جميع مناطق المملكة، في جدة، في الرياض، في الدمام، الحمد لله. الله يسعدك أبو سارة، الله وتشرف يسعدك، وتنور، حدد الله أنت متى يسعدك اليوم اللي تبغاه، أبد، أنا ونقسم مع الإخوان بتواصل معك والأخوات عشان خاص، نصل. حلو أبد بتواصل معك خاص، وإن شاء الله الله يوفقنا وياك إن شاء الله. أبشر حبيبي، نورت يا أبو سارة، إن الله شاء الله يسعدك، أنت الله أول يسعدك، الطريق. إن شاء الله إن شاء الله، شكرا الله شكرا يسعدك، حبيبي، شكرا شكرا. الله. أبو سارة من الشخصيات الجميلة بصراحة، أنا تابع وتعرفت عليه، إنسان محب للخير، تطبيق توب رايت تطبيق مميز يخدم الأسر المنتجة ويساعدهم على أمور الحياة والمعيشة. أبشر أبشر حبيبي، بطلعكم قستات، أبشروا. في واحد كنت أنا أبغاه، وين 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 وين؟ أي فيصل، هذا فيصل
هو اللي طالب أول واحد. يا هلا وسهلا بالإخوان والأخوات، الله يسعدكم جميعا. هلا أستاذ السلام فيصل. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أبشر أبشر أستاذ أنور، بديك تبشر. كيف حالك؟ هلا أستاذ فيصل. طيب. خير الله يسعدك كبير. طلعت معي أنت أمس أستاذ فيصل صح؟ أمس طلعت معي ولا قبل يومين ولا قبل مش عارف. يومين. ايوه قبل يومين حبيبي، قبل يومين. الله يحييك حبيبي، كيف الله أمورك؟ يبقيك ان شاء الله يبقيك. والله يا والله تمام. والله يا كابتن، نحن فعلا كجمهور للنادي الاهلي تاثرنا كثير، ولكن هذه كرة قدم، يعني صحيح لازم تخدمها عشان تخدمك، ولازم تعمل عشان ايش. ففي الحقيقة تهدي. يعني انا والله عندي رسالة، جمهور الاهلي والله وجمهور الرياضة السعودية كلهم، عندي رسالة، واتمنى انهم ان شاء الله ايش تقبلوا هذا الكلام. في الحقيقة يعني احنا كمسلمين والله ما يجوز الدعاوي هذه اللي احنا بنشوفها في السوشيال ميديا، والسب احنا مسلمين يا اخوان. والله هذه اللي انا من اول جالس بتابعك، واتمنى ادخل عشان سواء النفاعي ولا المحياني، ولا هذه كرة قدم يا جماعة الخير، واللي حصل حصل، وإن شاء الله يكون خيرا للنادي الأهلي إنهم ينزلوا ويرجعوا إن شاء الله أقوياء. فما يجوز يا أخوان إنه تدي على أخوك المسلم وفي شيء ولا مهم استاذ فيصل، في شيء مهم. نعم. الشيء المهم انه اليوم الجماهير الرياضيه، جماهير النادي الاهلي، الجماهير الرياضيه تعي انه اليوم النادي الاهلي اختلف من ناحيه نعم الفكر، صحيح. اختلف من ناحيه المشرفين عليه، المسؤولين، اللعيبه. اليوم نعم صحيح. لازم يتغير الجيل ويتغير الفكر، فكر المؤامرات، فكر انه فلان تبع فلان، هذا خلاص مفترض خلاص نعم امحي. صحيح نعمل صحيح. جميع نعم نعمل جميعا لرجاع النادي الاهلي لمكانته الطبيعيه. اللي يعمل وينجح نعم نشكره، اللي يكون انسان متشائم وسيء نبعده عن النادي باي طريقه، وهذا الشيء صحيح. نعم ناخذ الشيء الايجابي من تجارب ليست عالميه، نتكلم بالضبط تجارب اليوم أمامنا، تجربة نادي الهلال ناخذها درس يا جميل سلام. للأندية، كيف نعم استطاعوا في فترة بسيطة 3 سنوات انه يحققوا آسيا مرتين وكأس الملك نعم3 مرات والدوري بس كأس بالضبط الملك والدوري 3 مرات. يعني صحيح دائما احنا دائما نبحث عن التجارب الأجنبية، لكن اليوم أمامنا تجربة سعودية واضحة نعم أمامنا من صحيح إدارة ناجحة، نعم لعيبة على مستوى عالي، جماهير واعية تشجع تدعم، نعم تواصلها في التواصل الاجتماعي محفز للعيب ومحفز للإدارة محفز للجميع. هذا اليوم نعم نبحث عنه. النادي الأهلي إذا بيرجع لوضعه الطبيعي مثل السابق، لا نعم خليه هناك، خليه فيلو بصراحة. أنا أقول لك إياها، هذا صحيح نعم لازم يتغير الفكر الإداري، ويتغير الفكر الجماهيري. اليوم لازم يتغير فكر جماهير النادي الاهلي، انه المؤامرات واسقاط النادي وهذا الكلام، وانه بالضبط النادي بالضبط هذا مختطف لازم يتغير. اليوم انت بالضبط تعمل وتجني الشيء من عملك، لكن لا يا تنتظر سلام انه لا تنتظر الاخرين يرحموك، نعم او لا صحيح تنتظر تنتظر الاخرين يدعموك. يعني نعم نعم جماهير النادي الاهلي امس كانوا متعاطفين انه خالد البلطاني يعطيك المباراه، او لعيبه الشباب يعطوك المباراه. هذه صحيح تنافس وهذه رياضة. اليوم لو أعطاك المباراة بتبان أمام الناس، لكن أنت لازم تأكل بيدك. اليوم بالضبط هذا درس لجميع الأندية، مو للنادي الأهلي، ترى درس لجميع بالضبط الأندية، إنه ويا الكبير سلام الكبير بالاسم نعم وبالكيان والجماهيرية، لكن العطاء 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 هو المهم. نعم هذه كرة القدم لازم تعمل وتتجه إلى أن توصل. ولكن حتى أنا والله عندي ملاحظات كثيرة يعني على ناس. ألو تفضل كابتن. تفضل إيه تفضل. يعني ناس يعني كبار ومهمين في النادي، صحيح يعني لما يطلعوا لك في القنوات يتكلموا هذول دخلاء وهذول ما أعرف إيش وهذول، والله العظيم نحن بنتأثر أكثر وأكثر لما يخرج واحد. طيب فينك أنت لما كان النادي الأهلي كان يعني بيعاني، أنت فينك كنت؟ يعني زي ما اتكلم معاك الأخ اللي قبل حق التطبيق، يعني بيقول يعني
وينهم هذول اللي كان اللي حاطين مبالغ كبيرة في مباراة واحدة؟ فينهم كانوا عن الرجل هذا اللي كان ممكن نقول إنه هو الوحيد اللي يكافح ورواتب وديون؟ هذا الكلام أنا بقوله في كل مكان وفي كل البثوث. شوف أستاذ فيصل، أستاذ فيصل، عشان تكونوا في الصورة، نعم، يكون واضح واضح لكم المشهد ككل. اليوم نعم، ما في فضل على الأندية السعودية إلا دولتنا الحبيبة بصراحة. نعم، أوديكم يا من الآخر، صحيح، اليوم الدولة هي اللي قاعدة تضخ نعم، المبالغ الكبيرة لنجاح الرياضة السعودية على صحيح، حسب رؤية وسمو ولي العهد 2030، طموح نعم، السعودية الوصول لأعلى القمم ومنها الرياضة. فاليوم ما نعم، في إنسان جاي يدفع من حر ماله عشان يمشي النادي، لا، هذا ترى نعم، لا 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 يجي أحد يقول لكم أنا أدفع من حر مالي، لا، ترى الدولة مشكورة هي اللي قاعدة تدفع رواتب اللعيبة الأجانب، تدفع رواتب اللعيبة السعوديين والأجهزة الفنية والإدارية، تعطيك أنت 100 مليون أنت تصرف فيها، نعم لكن تصرف صحيح، فيها تصرف فيها بشكل سيء، تيجي تقول نعم والله أنا أدفع من حر مالي، لا لا، ما في إنسان بس اليوم ياخذ فلوس أولاده أو فلوسه عشان نعم يصرفها يروح على أي يصرفها رياضة. على في فترة نعم سابقة، أوكي، فترة اوكي سابقة نعم يمكن كان ما شاء الله تبارك الله كان الخير موجود، لكن اليوم الحياة ترى تغيرت، أنا وأنت والناس الموجودين ترى تغيرت الحياة كبير وكثير. بالضبط يا كابتن، أي. بالضبط بالضبط يا كابتن. وفي شباب ما شاء الله طالبين قستات، وانا والله رسالتي انه لا تدعوا على بعض يا اخوان، انتم مسلمين مهما كان، وهذه كرة قدم، لا تعطوها اكثر من الهوى اللي هي فيها. فاتمنى التوفيق للجميع، والف شكر لك يا كابتن، شكرا 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 استاذ فيصل، ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. الله شكرا، يسعدك حبيبنا، شكرا، مع السلامة، مع السلامة. يا هلا وسهلا حبيبنا، شكرا لكم جميعا، الله يسعدكم، ابشر ابشر اطلعكم. لكن في واحد هنا يقول في شعار، ما ادري ايش يقول، وين الشعار يا استاذي؟ يا هلا وسهلا، ابشر ابشر ابشر. لا، في واحد قبل نواف، نواف، لحظة، نواف، في واحد قبلك يا نواف، ولا نواف، نواف هو، ولا نواف، وين نواف؟ وين رحت نواف الحين انت؟ يا نواف ايش فيك تطلع فوق تنزل تحت؟ تفضل يا نواف تفضل. اليوم سلمني على حال غريب. هلا نواف، هلا والله، الو، السلام عليكم يا كابتن طلال. يا هلا نواف، هلا والله وش نواف، اخبارك؟ ثاني طيبين؟ مرة تطلع معي صح؟ هي ثاني مرة كابتن طلال. أيوة، شفت الصور هذه اتذكرتها، اي ثاني مرة اطلع معك يا كابتن طلال. هذه كانت قبل قبل ان... المباراة صح؟ اي قبل النكسة. أيوة. طب كيف رأيك أنت؟ ايش والله يا جدة كابتن، جدة حزينة كانت أمس. يا والله يا كابتن طلال، هذه منظومة، ما الواحد ما تحكم لي على لاعب ولا تحكم لي على لعيبة، هذه منظومة كاملة، سواء كانت في الأهلي وسواء في الاتحاد. الاتحاد لاحقهم ترى، يعني مو بعيد عنهم ترى ترى صحيح، ترى بس نتائج المباريات. ولا الكرة في الغربية يا كابتن طلال، أنا أحسها أنها من سيء لأسوأ. أنت قاعد تتكلم على منظومة كاملة وعمل إداري وعمل، ترى إحنا اللي سبقناهم، إحنا سبقنا في الكرة الغربية، إحنا اللي صحيح سبقناهم يا صحيح، كابتن طلال. متأخرنا. وتأخرنا زي كنا وكنا وكنا، وصرنا من سيء صرنا، لأسوأ. تعرف أستاذ نواف، صرنا نتغنى بالماضي صرنا ونسينا نتغنى الحاضر، بالما، إي ونسينا والله الحاضر ترى. نسينا الحاضر. إيه. ولا كم مين كان يتوقع الأهلي يهبط، ولا مين كان يتوقع الكورة السيئة؟ ترى الاتحاد والله أذكرك يا كابتن طلال، اصبر الله لهم سنة يسلمك. سنتين وعلى، ترى على خطى الأهلي، ترى ما في شيء يعني مقنع، ما في عمل مؤسساتي لا في الأهلي ولا في الاتحاد، كله خبص ليس على قولهم. وصراحة والله أنا مرة شوف أستاذ نواف، لازم نشوف اليوم الرياضة تغيرت، اليوم الحياة تغيرت، التعليم تغير، الصحة تغيرت، الهندسة تغيرت، المشاريع تغيرت، فكر الإنسان تغير، لكن الرياضة اليوم لا، لحد الآن ما تغيرت، عايشين على الماضي، عايشين على 88 84. لا يا أخي، الناس اتطوروا، اليوم كوريا الشمالية تغيرت، تايلاند تغيرت، الهند تغيرت،
الهند عندها يمكن اقوى دوري محترفين صار الهند، تجيب لعيبة على مستوى عالي. ليش احنا ما تغيرنا؟ ليش احنا عايشين على الماضي؟ عايشين على امجاد ال 88 84. حتى انديتنا اليوم عايشة على الماضي، حتى انجازاتها اليوم على المستوى القاري. يمكن الهلال هو الوحيد اللي جاب اثنين اسيا، لكن الاندية الباقية ما في شيء جديد. نفس الرؤساء يعني من 10 سنوات نفسهم رجعوا الان، هل في إضافة جديدة؟ ليه إحنا اليوم ما اشتغلنا على نقطة معينة؟ ليه ما اشتغلنا على العنصر البشري الرياضي؟ ليه ما اشتغلنا على إدارات الرياضية؟ ليه ما اشتغلنا على المجال التدريبي في الرياضة؟ حتى اليوم الدولة مشكورة، النساء اليوم سبقوا الرجال في كرة القدم. اليوم منتخب السعودي للكرة النسائية صالات وملاعب كبيرة، حققوا إنجازات يمكن 3 شهور 4 شهور. هل هم يعني سبقونا في هذا الشيء؟ لا، قاعدين يخططوا، رغم انه تواجد اللاعبات السعوديات قليل. ترى انت تتكلم، لما تتكلم عن الرجال، احنا لنا كم في الاحتراف من عام تقريبا 90 في الاحتراف؟ هذا الفكر اليوم، حتى اليوم حتى اعلامنا الرياضي رجعنا للخلف، كمان اعلامنا الرياضي قاعد يرجعنا للخلف اليوم. ما شاء الله اللي يظهروا اليوم في القنوات الرياضيه، ويعطوك حلول للانديه، ويعطوك حلول، ويعطوك انه لو مسك هذا النادي بيغير الشكل. لكن لما جوا على ارض الواقع انصدموا بالارض الواقع، ما حققوا اي شيء. اسماء كبيره ترى موجوده، تفتح قناه تلاقي ما شاء الله تبارك الله ناس يتكلموا على تطوير الرياضه، يتكلموا على اللعيبه، يتكلموا على المدربين، يقيموا الناس، يقيموا الجماهير. لكن هم ما طوروا أنفسهم، دول الناس مكانك جالسين في مكانك. شكرا أستاذ أحمد حبيبي فناننا، تفضل معنا أستاذ أحمد. أنا معك من الفنانين المميزين، تفضل أستاذ نواف. فعلا 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 أنا معك يا كابتن معك أنا يا كابتن طلال، معك في كل اللي تقوله. بس إحنا كل ما لنا نرجع للوراء، كل ما لا نرجع للوراء. اذا جيت استاذ نواف، برضو احنا وانا لازم نشيل هذه، احنا وانا لازم نشيلها. كيف نشيلها؟ احنا مجتمع متكاتف، اذا سرنا احنا، يعني انت تبى تكون لوحدك وانا بكون لوحدي، ابى انجز لوحدي، تيجي فيها ايش؟ انا بكون، انا ابى انجز، ابى اتفوق على نواف. لكن ليه ما نكون كلنا مع بعض، ننجز مع بعض؟ نجاح نواف من نجاح طلال، نجاح طلال من نجاح أحمد. هذا الحافز اليوم لازم يتغير، الأنا هذه لازم تتغير. تفضل سيد نواف. والله شوف يا كابتن طلال، أنا كنت حزين صراحة على حال الاتحاد. برضك أنا. كلنا كمنظومة، كلنا ترى ما في أنت ترى شيء. ترى يا كابتن طلال، يعني في الكرة الغربية صارت من سيء لأسوأ. أنت شوف أندية الرياض، الهلال، النصر، عمل مؤسسات، عمل شركات. لكن في الاهلي والاتحاد ما في تغير ولا اي حاجه من السنوات اللي راحت، ولا في منجزات ولا بطولات ولا اي حاجه. فمن الغبنه، من الغبنه يا كابتن طلال، انا قاعد اقول انا 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 من الغبنه. لا حبيبي، بعض الاحيان ترى الانا حلوه، لكن تخليك انت ناجح الانا. لكن في بعض الاحيان لما تقول كلنا، النجاح لنا كلنا. اليوم 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 شيء مهم. اليوم الهلال حقق بطولة، صح ولا لا؟ معك حقق بطولة. هل فهد بن نافل نسب البطولة لنفسه، ولا نسب البطولة للاعبين والجماهير وأعضاء الشرف لهم كلهم؟ ما قال أنا حققت البطولة وأنا جيت عشان أحقق بطولات، لا، قال نحن نعمل، كلنا نعمل لمصلحة الهلال. وهذا الشيء الصحيح اليوم، كلنا نعمل ليش؟ لتطوير الرياضة.
انا اتواجد معاكم اليوم، ليش انا اتكلم معاكم؟ اسمع ارائكم اليوم، انا استفيد منها كطلال برضو. انا قلت انا استفيد، بس انا بستفيد منكم، مو احب احنا اخذ هذا الشيء لنفسي. لا والله احنا طلال، احنا كابتن طلال احنا اللي نستفيد منك، بس انت عارف حبيبي يعني اعذرنا، يعني شايف وضعنا امس كيف كان، يعني جمهور الاهلي جمهور الاتحاد زعلانين على الكرة الغربية، فين ايام زمان الكرة الديربي والزخم الاعلامي اللي كان موجود عندنا في الغربية وانديتنا، ما كان هذا كله؟ انت في السنوات الاخيره، العشر سنوات الاخيره صار كله مسلط على انديه العاصمه، مو يعني هم عملوا ونجحوا وحققوا، لكن احنا كاشخاص ولا كشخص، لما تقول لي امنه زي النادي الاهلي، النادي الاهلي شخص واحد اللي يعني، واحنا ما نبي نتكلم عن اشخاص، بس شخص واحد اللي دمر المنظومه كامله، هو عمل منظومه كامله، مو لاعبين ولا إداريين، منظومة كاملة يا كابتن طلال هي اللي دمرت النادي الأهلي، نادي يعني كبير زي النادي الأهلي. يعني أنا زعلان يا كابتن طلال، أنا اتحادي وزي ما أنت شايف عندك في الصورة، لكن أنا زعلان على يعني الكرة الغربية، خلاص ما عاد أحس بكرة، يعني الموسم الجاي نحن ما راح نلعب، ما في ديربي اتحاد وأهلي وشد وجد مع الجماهير، خلاص الكرة ما لها طعم زي أول، صح ولا لا؟ صحيح. الخوف انه العمل ينتقل للنادي الاخر، يعني الاتحاد العمل اليوم، الاتحاد سنتين السابقة كان عمل عشوائي، السنة هذه عمل بصراحة نقول مميز، لكن تعطل العمل في اخر نقول 4 جولات إلى 5 جولات بسبب انه النفس الطويل، بسبب انك بحثت عن اشياء، بحثت عن متطلبات انت ما كنت في حاجتها، اضافات معينه اضفتها على الفريق، ترى يمكن هي اللي ساعدت الفريق صراحه. انا اتكلم بصراحه، اللي بيقول طلال يهاجم فلان وفلان، لا انا ما هاجم، انا اقول الحقيقه. اليوم الاتحاد كان ماشي بمسار مميز، اختلف المسار واختلف رؤيه المدرب وطريقه المدرب، حتى الجماهير اليوم اختلف فعلا بفكره، فعلا انقسمت الجماهير بين مؤيده ومعارضه، لكن الاتحاد سنتين كان في درس، كان ينافس على الهبوط، السنة هذه ينافس على البطولة لآخر نفس، لكن يحتاج الاتحاد البديل الجاهز. إيش اللي خلى الهلال يكسب البطولة؟ وهو الهلال فرق كان 16 نقطة بينه وبين الاتحاد، عنده بديل جاهز، عنده محترفين على مستوى، عنده اللاعب السعودي اللي اليوم يتواجد في المنتخبات السنية والمنتخب الأول ويقود المنتخب الأول لنجاحات، هذا اللي أنت تتمناه اليوم. زي ما اقول لك يا كابتن طلال، برضو الفئات السنيه، الفئات السنيه انديه الغربيه هي زمان هي اللي كانت تصدر اللعيبه على شكرا باقي استاذ، الانديه، شكرا. على باقي الانديه كمنتخبات كفرق كانت يعني عندك الاهلي كان عنده اكاديميه وكان يصدر لعيبه وكان دائما يطلع منه نجوم، يطلعوا منه مواهب وما ادري مين. احنا اخر موهبه شفناها من النادي الاهلي عبد الرحمن غريب، ومن الاتحاد ممكن سعود عبد الحميد، خلال العشر السنين هذه الأخيرة ولا الثمانية السنين الأخيرة ما عاد شفنا مواهب، طيب اندفنت. صحيح سيد نواف، لو لاحظت مباراة الرائد، شكرا حبيبي، اللي سجل فيه في الأهلي الأهداف لعيبة الأهلي، فعلا عقيل بلغيث عقيل بلغيث ورائد ورايد الغامدي، الغامدي، نعم. في لاعب أنا مستغرب إنه الأهلي ما يلعبوا، وقالوا هذا لاعب احترف برا، اعطوني اسمه يا ربي، ريان، اسمه ريان على ما اعتقد، كان في منتخب الابتعاث وقالوا احترف برا، شوي شفنا صوره مع النادي الاهلي، لا مو حارس، لاعب بس، لكن نقول ريان، لا مو ريان بلال، لا واحد ثاني، لا ريان الغامدي على ما اعتقد، ايه ريان فراس الغامدي، لا ريان الغامدي او فارس، تقريبا زي كذا، هو غامدي ترى، فراس الغامدي، فراس على ما اعتقد، اغلب اللعيبه اليوم يتواجدوا، لا ريان حمد مواليد هذا، لا فراس الغامدي لاعب يقولوا موهوب على مستوى عالي ومتواجد في النادي الاهلي، لكن
يومك هذا ما شفناه. هذا يلا الشيء شوف الواحد، هذا الشيء المستغرب. اليوم انت تتكلم على اغلب اللعيبه المتواجدين في الانديه خريجي اكاديميه الاهلي، تتكلم على الرحيلي حارس الرائد، تتكلم على رائد الغامدي، تتكلم على عقيل بلغيث، تتكلم على معتز الموسى، تتكلم على الربيعي حق الاتفاق، تتكلم على سلطان فرحان على ما اعتقد يلعب في الرائد، تتكلم على مين كمان؟ اغلب اللعيبه مخرجين اكاديميه الاهلي. لكن الانديه ونصيحه للانديه، اذا تبغى ترجع تكتشف مواهب لازم ترجع للمدارس، المدارس السابقه للانديه. فاكر مدرسه الهلال، مدرسه الاتحاد، مدرسه الاهلي، هي اللي اظهرت الرياضه. مدرسه الرياض كانت على ما اعتقد مدرسه النصر، هي اللي اظهرت ترى الكره السعوديه بمستوى عالي، لانه في منهج في هذه المدارس. اليوم لما تغيرت الاكاديميات اليوم صارت ربحيه. لكن اليوم نموذج مميز بصراحه، وانا دائما اتكلم على هذا النموذج، اكاديميه نادي الهلال اليوم منتشره 5 فروع لها، ويفتخروا فيها نادي الهلال، يتواجدوا فيها اللعيبه السابقين ومدربين على مستوى عالي. ليش؟ ايش هدفهم؟ ياخذوا اعمار صغيره، ايش هدفهم؟ اللعيبه يتواجدوا في بيئه ممتازه. ترى الهلال عشان تكون في الصوره مطبق الاحتراف في الفئات السنيه، ما في نادي سعودي مطبق الاحتراف في الفئات السنيه، يعني اعمار 10 سنوات 11 سنه ترى يستلموا رواتب في نادي الهلال. انا معك يا كابتن طلال. انا ايش اللي بزعلني؟ انه صارت انديه الغربيه بيئه طارده. استاذ نواف، امس سوينا بث كامل وباركنا نادي الهلال وحطينا صور نادي الهلال، وشوفها في اليوتيوب استاذي. احنا نحب الرياضه، احنا هنا متواجدنا لدعم الرياضه ودعم الرياضيين، تواجد بينه ونتناقش في امور غير الرياضه كمان. تفضل يا كابتن طلال. انا ايش اللي غابني؟ انه صارت الانديه الغربيه بيئه طارده للعيبه. يعني على سبيل المثال، يعني كذا لاعب طلع من نادي الاتحاد، وكذا لاعب طلع من نادي الاهلي، بيئه طارده حتى في الفئات السنيه كمدربين، على ما سمعت يا كابتن طلال من الناس اللي انت سبت النادي الاهلي بسبب شيء في الاداره، يعني زي خبر من واحد قريب، يعني بسبب اداري من لا شوف كان اداري، لكن انا فضلت كسب اللاعبين على اي شيء ثاني. اليوم سلاحك في الملعب هو لاعبينك وادواتك، لما تكون انت صادق معاهم ومحب لهم وتحل بعض اكثر امورهم، اذا اتخذت قرار والقرار كان متكاتف بينك وبينهم، والقرار هذا يتنقد من شخصيات، فلازم تنسحب وتخلي الأشخاص المميزين. لأنه دائما تقول، أنا دائما عندي مقولة أقولها، الكيان هو اللي باقي. ترى إحنا المتغيرين، إحنا اليوم نتغير لكن الكيان هو اللي باقي برجالاته بجماهيره. إحنا اليوم تلاقينا اليوم في النادي الفلاني، بكرة في النادي الفلاني، متغيرين. حتى اللعيبة اليوم متغيرين لكن الكيان هو اللي باقي. تفضل حبيبي. بس هذا اللي كنت بتكلم فيه يا كابتن طلال، يعطيك العافيه انك يعني تفرغ عننا والغبنات اللي فينا، ويعطيك العافيه يا كابتن طلال. شكرا شكرا صار. بعدين انت حقنا، حق الاتحاد والاهلي، يعني انا حق الغربيه الحين. اي انت حق الغربيه، ملك خاص لنا، ما لنا في انديه الرياض ولا اي حاجه. لا انا في الرياض كمان، ترى لي في الرياض عشان كذا. فرع يا كابتن طلال، لكن الاصل في الغربيه. الله يسعدك حبيبي، يعطيك العافيه. شكرا كابتن طلال. شكرا حبيبي. اهلا وسهلا. طب كيف نوقف القس شويه كذا، ولا نوقف البث؟ ما اعرف ترى هذا الكلام، في توقيف للبث، تعليق البث صح ولا ايش؟ تعليق ايش عندهم؟ طب اقدر اوقف شويه وارجع لكم دقائق بس، ولا ما اقدر؟ اقدر ولا ما اقدر؟ تفضل قولوا اللي عندكم. ادونا مين موهوب في الغناء، موهوب في الشعر،
اسحب الشاشه على اليمين، شوف بعدين نشوف هذا، اسحب الشاشه على اليمين اوكي، ساعه بعدين ايش اسوي؟ سحبته على اليمين طلعت لي حاجه ثانيه. يلا صح، وينك انت؟ ما انت في القصه. ام ايه، اطلب قست، اطلب قست، ما انت في القست. حصلتك حصلتك، النعم فيك، هلا والله هلا، ابشر والله ابشر، واطلعكم كلكم. سم سم، ابشر والله ابشر. هذا مين؟ ام ام، يا هلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف طلال، كيف حالك، اخبارك، جميع الموجودين في البث الجميل هذا المفيد الهاتف صراحة. يا هلا وسهلا حبيبنا، كيف امورك؟ الله يرضى عليك، كيف حالكم، مبروك نادي الهلال الزعيم اللي استاهل عدى استاهل. حدود الوطن، الزعيم آسيا، انا ما اقول زعيم في السعودية فقط صراحة، اخلص صدرنا صراحة وفرحنا بهذه البطولة 18 صراحة، اللي شاسع، فرق شاسع بينه وبين اي نادي سعودي، لانه صراحة انا اعتبره فريق الهلال السفير الاول للنوادي السعودية خارج الحدود وفي السعودية، فنان، فنان عبدني، وهارد لك أبشر يا نادي عبدني أبشر. الاتحاد، هارد لك نادي الاتحاد صراحة، ظهر مستوى برضو مرضي الى حد ما لجماهيره بعد ما كان يصارع الهبوط، هارد لك النادي الاهلي، هذه طبعا الحادثة اللي حدثت في النادي الاهلي صراحة بصمة اقدر اقول غير مرضية في تاريخ النادي العريق، النادي الكبير، قلعة الكؤوس، النادي الأهلي، لكن ربما تكون درس له، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، احنا في الظاهر صحيح أنه هذا شيء يزعجنا وشيء طبعا يقلقنا كرياضيين سعوديين لنادي عريق النادي الأهلي، لكن أنا حاسس أن فيها خير للنادي الأهلي، ترتيب أوراقه، التفكير في تطوير النادي الأهلي إلى الأحسن بالذات في كرة القدم. الآن أعتقد أن أي أحد يتقدم برئاسة الأهلي يحسب ألف حساب، لأن النظر عليه الآن والثقل عليه كبير جدا 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 جدا، وأنا أعتقد أن هذا الموسم أو الموسم القادم عندما الأهلي ينزل الدرجة الأولى بإذن الله، بإذن الله حيطلع وحيحقق الدوري وحيكون في مصاف النوادي الكبيرة في دوري بشرط، الغالب لكن محمد بن بشرط، سلمان. لكن بشرط ايه يتغير تفضل، الفكر، يتغير الفكر في القيادة، مو قلنا ذا الشيء يتغير احنا، الفكر. طبعا احنا قلنا هذا اصلا الفكرة، انا ايش قلت، كتبت في الكومنت قبل شوية، قلت بسبب نزول الاهلي للدرجة الاولى ليس الادارة الحالية، ولكن النادي الاهلي لم يستوعب الفكر الجديد للرياضة السعودية، وهذا صحيح، طبعا انذار ليس للنادي الاهلي، لجميع فرق المملكه بالذات الفرق الغربيه، صحيح، ممكن تشرب من نفس الكاس، لان صحيح، الاتحاد كان يصارع لكن لحق نفسه، والان اقول الاتحاد الحمد لله رجع للمسار الصحيح، ويعني الى حد ما راضي عنه جماهيره، لكن الاهلي هو لم يستوعب الفكر الجديد للكره السعوديه، انه ايش، الشغله عصاميه ولا هي وليست احتكاريه، انا كتبت في الكومنت هذا الفكرة الجديدة اللي لا لازم بس يستوعبه. انت كتبت تحت انك فنان بتغني صح؟ ايوه، مو ايوه ابشار، مو ماني فنان، ما قلت فنان، قلت انت ممكن قلت لي اشارككم، بغني، شاركنا يلا غني لنا، ها استاذ طلال، غني لنا بسمع الحين، خلينا نخرج من الكوره شويه، خلينا الناس ينطربوا الحين، لا بيطلع حبيت الثدي. اشارك، لا حبيت انا في البداية ابارك النادي الاهلي، النادي الهلال ونادي الاتحاد وأراضي نادي جماهير النادي الأهلي على حسب خبرتي الرياضية المتواضعة. أمس ترى باركنا الهلال، أنت فاتتك أمس، أمس كانت حلقة حلوة ترى، باركنا الهلال وحطينا صورتهم، وبصراحة أشدنا بالعمل الكبير اللي قدمه نادي الهلال برئاسة فهد النافل واللاعبين، شيء جميل فاتتني بصراحة. والله، فاتتني، آسف آسف، معليش والله. حبيبي حبيبي، يعني أطلبك ضروري إيه كمان كمان؟ يغني استاذ طلال؟ إيه بطلع كابتن معك طلال؟ أستاذ علي، لا بطلع معك أستاذ علي، وينه أستاذ علي؟ ماني محصلك يا أستاذ علي، اطلع قست. فنان هو أستاذ علي، وينك؟ أنا بعطيكم مقطع قليل من أغنية طبعا العبدلي الحرم المرحوم
المغني فوزي محسون، طبعا انا اعتبره عميد المغنيين السعوديين، يمكن كثير ما بيعرفوه الجيل الجديد للان، ايوه يمكن انت طلال ما عاصرته. طب اطلب قست يا العبدلي. فوزي محسون ايه اسم كبير ترى، لكن انا اعطيني اعتبره انا عميد الاعلام ما خدمه، اعتبره عميد الاغنيه منوره السعوديه صراحه. منور يا كابتن احمد، كابتن احمد البحري منورين. اهلا وسهلا بالجميع، ايوه اهلا وسهلا حبيبي كابتن احمد. عبدلي، يلا انت الحين اسوي دوتو انت والعبدلي، عبدلي فنان وانت معاه فنان، نسوي دوتو يلا ونطلع لكم امسي عليك بالخير يا كابتن طلال، يا هلا العبدلي كيف شلونك؟ حالك؟ طيب ان شاء الله، والله بخير الحمد لله. الله يطول يحيى عمرك. ولا طبعا ايش العبدلي؟ ايه نعم، اي نعم من كابتن جيز طلال، العبدلي. طبعا انا عرفتني من انا المعجبين هذا بك يا الغرور. كابتن طلال، يعني من ايام النصر، يعني اكيد يعني انت الله يسعدك عزيز حبيبي. وغالي، وحتى ايام الاهلي يعني اكيد كنت اتابعك، يعني وافتخر فيك صراحة، لاعب كبير واسطورة حقيقة والله. تغني السريحة انت صح؟ ايه اغني اغني دحين اطلع كابتن لك طلال، اغنية. عرفتني كابتن طلال، ايه انا بغني بغني عارف لابو نوره، عارفك بغني عارفك سعد. اي بغني لابو نوره، ولا يهمك ابشر. دحين بطلع كابتن احمد يغني معاكم كمان، احمد البحري ترى فنان كبير، نبغى نكتشفه معاكم. تفضل. اسمع الاغنيه هذه وبعدين طلع احمد. طيب يلا اديني. يلا حبيبتي ردي سلامي للهوى وعلى بسلام، وآخر أماني للهوى كلمة ملام، قولي له إني ما هقيت، إني لا رحت وشكيت، ترجع ليالينا سوا شوق وغرام. حبيبتي ردي 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 سلامي للهوى، ردي سلامي للهوى وأجمل سلام. سنين مرت وما أدري عن الأيام، بيقول تفرق الأحباب وأنا أقول القمر ما غاب. أنا أقول القمر ما غاب، ما غاب القمر ما غاب، من أول ما تلاقينا عثر الوقت خدعنا ويبعد عننا الأحلام. وسنين هذه مهداة لك يا كابتن طلال الله يسعدك حبيبنا سيد يحيى، صوت جميل ما حبيبي، شاء الله، موهبة جميلة، حبيب وهذا قلبي والله وهذا أحلى إضافة سيد يحيى، لا تروح حبيب. ما شاء الله. ما شاء الله، يسلم صوتك، صح صوتك أهلا وصوتك حبيب حبيبي، قلبي. يلا دحين تنافسوا دحين، يلا هو أداك أغنية أرد عليه، يلا أدينا فوزي أرحب محسون. جميع المشاهدين، ترى أنا ماني مغني، أنا بس مؤدي، أيوة أؤدي على ما أساس أدري أن ما أنا أدري، أغني لكابتن طلال. تفضل أغني للمغني فوزي محسون زي ما قلت لكم، تفضل. أغنية قديمة طبعا لها أكثر من 50 سنة يمكن الجيل هذا، بس يعني كانت زمان الأغاني صراحة الكلمة واللحن يصل من القلب للقلب صراحة. صحيح تفضل. حاول كده وجرب وانسى على كيفك، وابعد ولا تقرب جنان انا بطيفك، حاول كده وجرب وانسى على كيفك، وابعد ولا تقرب جنان انا بطيفك، بكرة تجيك لحظات تذكرك بيا، تتعنى بالآهات في الروح والجية، حاول كده وجرب، حاول كده وجرب، غلط سمح طبعي وخلاك تتمادى، لا يا حبيب قلبي بطل
قلت ذي العيادة غرك سمح طبعي وخلاك تتمادى، لا يا حبيب قلبي بطلت ذي العادة، وبكرة تجيك لحظات تذكرك بيا، تتعنى بالآهات في الروح والجية، حاول كده وجرب، حاول كده وجرب، حاول كده وجرب، وانسى على كيفك وابعد ولا تقرب، قم على انا بطيفك، حاول كده وجرب وانسى على كيفك وابعد ولا تقرب، قم على انا بطيفك، بكرة تجيك لحظات تذكرك بيا، تتعنى بالآهات في الروحة والجية، حاول كده وجرب، حاول كده وجرب. تجربة حلوة ما شاء الله تبارك الله، جميل هذه جميل. الله يرضى عليك طلال، جميع الموجودين، وأعطي شكرا فرصة لك، لغيري، أعطي فرصة شكرا لغيري. شكرا شكرا كابتن طلال. حبيبي، شكرا. تفضل سريع يا نعطيك برضو أغنية ترانة، طبعا من المحبين للفنان العرب محمد عبده، وأكثر أغانيه كلها للفنان محمد عبده. في أغنية بغنيها: قبل الوعد جيت بدقاها، وبعد الوعد جات بدقايق، والتقينا التقينا بلهفة العاشق لعاشق، التقينا وهمست العيون بتشاور علينا، التقينا شغلتنا وحرجتنا وحنا تونا. استاذ مشعل انت باقي معي؟ معاك معاك روح. الله الله يسعدك. اكمل لك الاغنيه او اكمل لك اغنيه اي ثانيه؟ بس لحظة لحظة، أباك تطلع من محمد عبدو، أبغاك أنت تغني بشعورك أنت، بإحساسك أنت، ما أباك تقلد محمد عبدو. تصدق هي ما هي مسألة تقليد، لكن أنا سبحان الله الحنجرة هي كذا تلقائية والله. لا أنت تبغى تقلد محمد عبدو، أخرج من محمد عبدو. قبل شوية كان مازن معانا يقلد راشد. عرفتك ولا جيت، أنا مشتاق وعارف بحب الليالي مضت بيني وبينك، حلفت ايمان وحلفني الشوق يمك، اني لا بغيت اسال جيت يمي، انا الولهان انا المشتاق أنا الشوق، حرمني 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 حنانك. كيف الليالي تعود وتصبح حقيقة من جديد، ليه 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 كل المعاناة
بهدي حياتي كلها لك، وبهدي لك حياتي من جديد. الله يسعدك، حلو ويسعدك يا رب. حبيبي، أنا حبيبي نورت وشرفت أستاذ علي حبيب في حين قلبي والله عزيز. كابتن مشعل وطلال، وهذا والله شرف كبير لي اني طلعت معك يا قست. فوالله انا من عشاقك حقيقة، يعني من ايام الله كنت في يسعدك الاهلي حبيبي، وفي النصر وابد على راسي والله كابتن طلال. الله يسعدك حبيبي، أنا منور ابد شرفنا. بنورك طال عمرك، بنورك، ربي شكرا يسعدك شكرا شكرا حبيبي، حبيب شكرا قلبي، الله يحفظك، شكرا شكرا لك. لك، الله يحييكم اخوانا واخوات منورين، كلهم باسمه وكلهم مقامه، نبغى نكسب مواهب، نسمع اصواتهم، ما نبغى نكسر فيهم. الله يحييكم. تبغى تتكلم عن الرياضة؟ ايش تبغى تتكلموا؟ ادونا كذا شيء حلو. مين اللي رفع يده؟ مين اللي بيشارك؟ مين اللي بيشارك؟ وش رأيك بصفقات الوحدة؟ توقعات خمس فرسان. أنا أشوف نادي الوحدة قاعد يوقع مع لعيبة وما وقع مع مدرب، الأهم هو المدرب، بعدين تبحث عن اللعيبة. الله يسعدك حبيبنا، سرسونا حسن بالغيث والنعم، سر حسن سنك حقك سونا النعم سر حسن. كيف أموركم؟ أعطونا الأمور. لا لسه ما جاب مدرب الوحدة، أتوقع إنه وقع مع لعيبة بس، لكن عمل جميل. أتمنى إنه العمل والفكر يكون مختلف عن الفكر قبل سنتين. الفكر اختلف، حتى الكرة الأوروبية اختلف الفكر فيها اليوم. الستايل اللاعب السعودي قريب من ستايل اللاعب البرازيلي بسبب انه المهارة، يعني يملك المهارة، يملك الموهبة. الستايل الأوروبي الستايل يعتمد على القوة الجسمانية واللياقة البدنية العالية، يعني إذا ما بثيت الأهلي بيبقى، يعني سؤال غريب بصراحة. كرة القدم اليوم علم، هذا الزمن حلو يا سيد حسن، خلاص عمل تراكمي، واللي حصل للأهلي شيء متوقع بصراحة، مو غريب، شيء متوقع بسبب عدم وجود منهجية واضحة لا الإدارة هذه ولا الإدارات السابقة، والعمل تراكمي زي ما قلنا. مين يعني في هذا يوزر؟ أنا فهد، نشوف فهد يا حبيبي، الله يحييكم جميعا، كل اسمه وكل مقامه. هذا أستاذ فهد، لماذا لا يتم تطوير اللاعب السعودي على فكرة الكرة البرازيلية؟ واضح وملموس. المشكلة يا أستاذ مين معانا عشان أعرف عشان أناقشك؟ أستاذ حسن صح؟ حسن، أستاذ حسن، المدارس مختلفة اليوم، المدربين اللي جيتوا دوري الأمير محمد بن سلمان أو دوري الدرجة الأولى فكرهم أوروبي، فمن الصعب أنهم يطوروا اللاعب على المنهج أو المدرسة البرازيلية، دائما يبحثوا عن الفكر الأوروبي، يعني المدارس الهولندية، الأسبانية، الإيطالية. في مدارس كرة القدم يحاولوا المدربين
انتهجوها. يعني اليوم في مدرسة الرومانية، مدرسة الأسبانية، الإيطالية، كل مدرب أو كل قدوة لهذه المدرسة متمسكين. يعني الهولندية تستمد من شو اسمه، ربي شو اسمه، المدرسة الهولندية، أعوذ بالله، إيش اسمه العراب المدرسة الهولندية، ذكروني ولا نسيته. كرويف، كرويف عراب المدرسة الهولندية، وأي مدرب يمشي على منهج كرويف. مختلف يعني المدرسة الأسبانية، اليوم نشوف إنيستا، إكزافي، نشوف مدربين أسبان، تكلم على المدرسة البرازيلية، تكلم على زاجالو، تكلم على كارلوس ألبرتو، تكلم على المدرسة الأرجنتينية. اختلاف المدارس، وما شاء الله موهوب هذا الولد، موهوب. أنا لو عندي سلطة اليوم على لعيبة المنتخب الأولمبي، هذا نواة 2030، اليوم المفترض هذول يحترفوا خارجيا، لكن بشرط، الشرط الوحيد إنه نبحث عن أندية يلعبوا فيها ويطوروا نفسهم هؤلاء اللعيبة. ما نبحث عن أندية أسماء كبيرة يذهب إليها اللاعب وما يتطور ونخسر اللعيبة، زي ما خسرنا لعيبة كثير ترى. لا، صعب يكون في مزيج من المدارس، كل مدرسة متقيدة ومتمسكة بعرابها. يعني الهولنديين مستحيل ياخذوا الطريقة والأسلوب البرازيلي، متمسكين بأسلوب وطريقة كرويف في التدريب، في طريقة المباراة، في الشرح. اضطراب فكري، كرويف يجيب مدرب أصبح يعاني اضطراب فكري كروي، يجب المدرب على فكرة البرازيلي. لا لا لا، مو عند اضطراب، اختلاف المدارس. اليوم في النادي مدرسة وفي المنتخب مدرسة مختلفة، فيصعب على اللاعب إنه يتأقلم مع مدرستين في مدة بسيطة، فكده في يكون تشتت في الأفكار، تشتت في المهام داخل الملعب. بس يكون أكثر من مدرسة تؤسس، ما في شوف، ما في إنك تمزج أكثر من مدرسة. أصلا المدربين ما يسمحوا بهذا الشيء، يعني دائما المدرب البرازيلي متمسك بالمدرسة البرازيلية، الأرجنتيني متمسك بالمدرسة الأرجنتينية، الأوروبي مزيج أو متمسكين بمدارسهم، يعني الروماني بالمدرسة الرومانية، الأسباني بالمدرسة الأسبانية. مستحيل، لأنه يعطيك المنهج أو المدرسة مختلفة عن المدرسة اللي تربى عليها. أنا مدرب الآن، أحمل ولله الحمد شهادة السي والبي والإيه، وإن شاء الله قريب أحمل البرو إن شاء الله. كل مدرسة مستقلة، لكن إحنا اليوم المفترض نسوي منهج سعودي، مدرسة سعودية، بمعنى إنه نجمع جميع المدارس وناخذ الأشياء المميزة فيها ونبتكرها احنا كسعوديين. ابشر ابشر. طب ايش انواع المدارس اللي انتم تعرفونها؟ اعطوني اياها. اعطونا الشيء الواضح اليوم، فرضا مدرب المنتخب السعودي، ايش المدرسة اللي ينتمي لها؟ مين يعرف؟ هيرفي ريناد، ايش المدرسة اللي ينتمي لها؟
صحيح، المدرسة الأوروبية البرازيلية والإنجليزية، هذه المدارس أوكي. طيب مدرب المنتخب السعودي، إيش المدرسة اللي ينتمي لها؟ من يعرف؟ السعودي البرازيلي؟ لا، كيف السعودي البرازيلي هسه؟ سد قاضي. مدرسة اللي ينتمي لها مدرب المنتخب السعودي هيرفي ريناد، مين يعرف فيكم؟ اللي يعرف بطلعه قست معايا. السعودي عنده مدارس، منتخب أقصد مدرسة برازيلية، أو مدرب منتخب يعني تقصد إنه مدرسة برازيلية؟ لا خطأ، البرتغالية خطأ، اللاتينية خطأ، اللي بيجاوب أطلعه قست معايا على طول. طيب نشوف المباراة، لحظة ما قريتها. طيب إيش تشوف المبادرة للعيبة القدامى مثل برامارا؟ هاي دورة استثنائية للعيبة القدامى. طيب اطلع معي يا أستاذ حسن، اطلع تعرفك. وينك يا أستاذ حسن؟ حسن صح؟ تعال يا أستاذ حسن، اطلب قشطة يا أستاذ حسن. المدرسة النجدية هذه عارضة، والنعم فيك، والنعم فيك سيد محمد ضيف الله، والنعم فيك. أبوك ما شاء الله، الله يحفظه إن شاء الله. وينك يا سيد حسن؟ أين أنت؟ حسن حسن، ماني محصلك يا سيد حسن، اطلب قشط. يا خلاص جاوب أستاذ حسن، أول واحد جاوب أستاذ حسن، المدرسة الفرنسية. وينك يا أستاذ حسن؟ اطلع باحث في التاريخ، ماجستير، ما شاء الله، علاقات عامة وإعلام، شاعر فصيح ما شاء الله. تعال يا أستاذ حسن اطلب قست. أيوة حصلتك، يا هلا ومسهلا أستاذ حسن. الهم مساء النور كابتن هلا طلال، والله، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ أول واحد جاوبت على المدرسة، إيش هي المدرسة؟ الفرنسية؟ بحثت في جوجل بصراحة، لا لا والله، انا كيف حبي عرفتها؟ انا حبي استعانة بصديق صراحة، مين الصديق هذا؟ اصغر اهلاوية وافضل اهلاوية عندي بنتي. والنعم فيها والله، والنعم فيها. هذه لها، شوف هذه مو لك أنت، هذه لها الحين، اديك اياها الهدية الحين. لحظة لحظة تسلم الحين، شوف تسلم، الله يخليك. لحظة لحظة لحظة، لا تقول تسلم، لحظة مو لك ترى، لها هي اصغر. لحظة وينها الهدية اللي كنت ابغى اديك اياها؟ لحظة خليني ادور عليها. تفضل قول قول يا استاذ حسن. يعني هي اللي اعطتك اياها، ايوه، قالت لك؟ لما سألتها هي اللي جاوبتني، لانها انا فاك انا شوف هذه لها هدية، شوفها هذه شوفي لها، تستاهل. عشان هديتك. إجابتها الصحيحة أديتها 100 نقطة هدية، تستاهل هذا كابتن طلال. تستاهلي. شكرا كابتن طلال، شكرا كابتن طلال، شكرا لك أنت، أعطيتي أبوك معلومة جميلة، تستاهلي. وهذا شيء بسيط ترى، كل ما الله تشاركي يخليك. معي بعطيك، كل ما تشاركي معي بعطيك. على كذا بتاخذ جوالي وتجلس كل يوم في التيك توك. خلاص ايش ابغى فيك انت، خلينا مع احبابنا احنا ذولا. طيب هي ما حب شاء الله ان ثقافتها ما شاء الله عاليه، ما شاء الله تبارك اي الله، ما شاء الله. حلو. كم عمرها ما شاء الله؟ 9 سنوات. ما شاء الله تبارك الله، يحفظها ان شاء الله ويصلحها ويرزقك برها ان شاء الله. اللهم امين يا رب. احنا كيف كيان طب بسألها سؤال، بسألها سؤال، احنا اديها التليفون طيب خليها جنبك. تعالي يا بابا.
على كلمة كابتن. تفضل اسأل. انت عرفتي ما شاء الله تبارك الله المدرسه اللي انتمي لها مدرب المنتخب السعودي هيرفي لنا، ابغى اليوم مين هو قدوتك في الحياه؟ من قدوتك في الحياه؟ بابا. الله انا والله هذه جائزه ثانيه. يلا والله ما تروح. يلا هذه هديه ثانيه. يلا تستاهلين. اشكرك. شكرا 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 لك. الله يسعدك ان شاء الله، الله يحفظها ان شاء الله حبيبي. آمين. تفضل استاذ حسن. احنا يعني كيان اهلاوي في البيت، كيان اهلاوي الحمد لله جميعا، ما عدا الولد الله يهديها يعني حب يغير عنه، كان في البداية اهلاوي بعدين انتقل للاتحاد. وكلا اوكي. الفريقين، كلا الفريقين يعني لهم الاحترام، كل الفرق. بس كابتن طلال انا اللي بلاحظه انه الان اللاعب السعودي صار عنده اضطراب شويه، المدرب حيكون معايا موسم من الفكر البرازيلي، الموسم اللي بعده بيجيني من مدرسه اوروبيه او اسبانيه او كذا، صار ما عنده تاقلم انه يمشي. فاذا مشى مع الكره البرازيليه ايضا المحترفين اللي صار يجلبهم بعض الانديه من احيانا متاثر بالكره الاوروبيه والفكر الاوروبي، صار يعني ما في تناغم وتجانس مع اللاعب حتى في فكره، حتى تشوف انت اللاعب بينتقل من مربع الى مربع بيبحث عن زميله، وهذا خطأ. وانت عاد صحيح اكبر صحيح. العارفين. لكن في نقطة احنا اليوم ندعي لها، ودائما انا اتكلم في بثوثي ولما اتواصل مع الامير، انه لازم اللاعب السعودي اليوم يحصل على شهادات تدريبية، بسبب انه يتأقلم من طريقة لعب وأساليب اللعب المختلفة مع المدربين. لما أنت تتملك شيء في يدك أو معلومة في عقلك، فتقدر أنت تتأقلم بين طرق اللعب وأساليب اللعب والاختيارات. اليوم في نموذج موجود أمامنا، منتخب بلجيكا اللي بيشارك كأس العالم، مدرب المنتخب اتصل او تواصل مع الاتحاد البلجيكي واعطى امر انه اللعيبه كلهم متواجدين في كاس العالم ياخذوا دورات تدريبيه السي والبي والاي والبرو، عشان يتثقف اللاعب داخل الملعب ويكون عنصر ايجابي في المنتخب في كاس العالم. هذه الثقافه اللي احنا نتكلم عنها اليوم. طيب جميل يا كابتن طلال، لكن هل اللاعب الآن يعني احنا بنعرف ان اللاعب عندنا على ماشي على الفكر البرازيلي من حيث المهارة، حلو، لأنه يملك المهارة البرازيلية انت تتكلم جدا. طيب انا لما اجي في اختيار المدرب او اختيار المحترفين اللي حيدعموا النادي، ليش ما احاول اختار شيء مقارب لفكري وشيء مقارب لمهارتي؟ انت تتكلم كلام مميز ترى، لكن نرجع للاساس، مين هو اللي يرسم الاستراتيجيه لهذا النادي او هذا المنتخب؟ هل هو رئيس النادي؟ هل هو المدير التنفيذي؟ هل هو اعضاء الشرف الموجودين؟ عشان اقدر اجاوبك على السؤال هذا لازم نعرف ونحدد المسؤول. اذا حددنا المسؤول لازم نعرف هل المسؤول هذا رياضي، إنسان فاهم، مارس الرياضة عشان يقدر يطورني ووصلني للهدف اللي أنا أبغاه. يعني بمعنى أستاذ حسن اليوم مسك نادي معين، لازم يكون عنده استراتيجية واضحة ويكون عنده خلفية رياضية عشان يعرف يتعامل مع المدارس. كيف يتعامل مع المدارس؟ يتعامل مع المدارس بالأدوات الموجودة عنده في هذا النادي. بمعنى أنه عندك لعيبة مهارين، فتبحث عن اللعيبة المهارين، تبحث عن المدرب اللي فكره مواكب لفكر اللعيبة المهارين، وهي المدارس البرازيلية والأرجنتينية اللي شايفينها احنا. لما تيجي عندك فريق يملك البنية الجسمانية والقوة في اللياقة البدنية والقوة في الالتحام، تروح تبحث عن المدرسة ايش؟ المدارس اللاتينية، الهولندية، الأسبانية، الإيطالية،
هي القريبة لهذا الشيء. لكن احنا اليوم على حسب الهواء. احنا نرجع يا كابتن طلاب، معلش على المقاطعة، احنا نرجع هنا الشيء يعني احنا تكلمنا فيه سواء في الصحافة او في السوشيال ميديا، انه احنا نطالب بشيء صحيح لازم يكون صحيح عندنا التخصص. يعني انا لما اسند مهمة إدارة النادي او اختيار المدرب او ابحث عن المتخصص، ابحث عن يعني عندي كوكبة من اللاعبين القدامى انا اقدر استفيد منهم سواء في النادي او في خارج النادي. اليوم انا بشوف عملية اقصاء للاعبين القدامى سواء في الراي او في الحضور. بديك انا شيء. اليوم اي نادي في العالم رئيس النادي ما يتدخل في عمل اداره كره القدم، مهمته جلب استثمارات للنادي وقياده النادي للامور الدعائيه والاعلانيه والامور الاستثماريه في هذا النادي، صحيح ولا انا غلطان؟ صحيح. طيب، وهناك في مدير رياضي، المدير الرياضي يعمل الاستراتيجية الواضحة لهذا النادي، هل النادي هذا يبحث لتحقيق بطولات فيستخدم الأدوات لجلب مدرب طموح يهدف إلى جلب البطولات، أدواته داخل الملعب تحقق الرؤية اللي يرسمها المدير الرياضي. اليوم هذا المنصب غير موجود في السعودية ككل. اليوم اجتهادات من رؤساء الأندية بتواصلهم مع بعض السماترة أو بعض المكاتب، أجيب لك لاعب اسم سابق كبير لكن عطاؤه في الملعب يكون لا يوازي القيمة السوقية الموجودة الآن. الخليج احنا معروفين عليه، عندنا في الخليج السعودية والإمارات وقطر عندنا الضخ المالي العالي ما شاء الله تبارك الله، فيجي اللاعب يبحث عن المادة أكثر من الاستفادة، والبعض منهم يجوا كمحطة للاستشفاء، بمعنى أنه يكون عنده إصابة يجي يوقع مع نادي معين يستشفي في هذا النادي، بعد 6 شهور كملت لياقته، عد إعداد بدني بالشكل الصحيح، انتقل للأندية الأوروبية عشان يبدأ يلعب من جديد ويسوق نفسه وبيروح بالقيمة الأقل. شفنا لعيبة على مستوى عالي موجودين في الدوري السعودي لما انتقلوا لدوريات في تركيا، في على ما أعتقد في الإمارات بعضهم، مين اللي يدفع رواتب؟ السعوديين، الأندية السعودية. يعني إذا كابتن طلال، سطوة المال في بعض الأندية هي اللي أرخت من الكعب الكروي. سطوة المال بدون فكر، دائما مال بدون فكر ما يجيب لك بطولات او ما يحقق لك الهدف اللي انت تبغاه. لازم يكون في موازنه، انت اليوم تدفع المال لازم يكون عندك فكر وين بتدفع هذا المال. يعني بمعنى استاذ حسن، اليوم انت مثال بسيط، بنتك الله يحفظها انت قاعد تدرسها صح ولا لا؟ وقاعد تدفع لها المال لهدف ايش؟ انها تتطور في العلم وتحقق نتائج إيجابية في هذا العلم اللي أنت قاعد تدفع فيه، بهدف إيش؟ إنها في المستقبل أنت تفتخر فيها إنها تصير دكتورة، مهندسة، الشيء الهدف اللي أنت راسمه، هذا أنت رسمت لها هدف وطريق وأسلوب تمشي عليه، صح ولا لا؟ هذا صح. اليوم أنت المال اللي دفعته للهدف اللي أنت تبغاه، واشتغلت على الهدف وتابعت هذا الهدف، وعندك الفكر وعندك المؤهل انك وصلت لهذا الشيء. اليوم لما تبغى تبني عماره كمان استاذ حسن برضو بتروح تجيب المهندس، المهندس بيروح يسوي لك الخرائط، هل انت بتسوي الخرائط بنفسك ترسمها بيدك؟ لا، بتروح تعطي صاحب المهنه عشان يرسم لك الخرائط، خلص من الخرائط بتروح للانسان اللي بينفذ لك العمل، بتعطيه الخرائط يروح ينفذ العمل، هل انت بتنفذ العمل بيدك؟ لا، في شخص انسان ثاني بينفذ العمل، التشطيبه، كل شيء انت بتسويه انت بتدفع الفلوس وتتابع العمل والباقي هم اللي يشتغلوا. هذا الشكل الصحيح ترى.
لماذا يا كابتن طلال، لماذا لا يستفيد؟ بحكم أنا مشجع أهلاوي وأنت لاعب أهلاوي، لماذا لا يستفيد النادي من آراء اللاعبين أمثالك؟ ليه؟ أنا كنت موجود عشان تكون في الصورة، أنا كنت موجود قبل 4 شهور في النادي، وأنا مشيت من هذا النادي بسبب إنه العقلية اللي يدار فيها النادي ليس عقلية رياضية. أديك إياها من الآخر، بالمعنى بالآخر أديكم إياها. إذا هنا مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ليش ما يكون لهم كلمة في النقطة هذه؟ اليوم أستاذ حسن، اليوم ما في شيء اسمه أعضاء شرف. الدولة مشكورة هي اللي قاعدة تضخ وقاعدة تدفع، ما في شيء اسمه أعضاء شرف. أعضاء شرف في فترة سابقة ترى، أعضاء شرف اللي كانوا يضخوا أيام عبد الله فيصل، خالد عبد الله، عبد الرحمن بن سعود، الأمراء السابقين. اليوم الدولة مشكورة هي اللي قاعدة تضخ على الرياضة صراحة. دي كلها من الآخر، اليوم المفترض الدولة ما تجلب رؤساء أندية، تجلب مدراء تنفيذيين. اليوم عندنا نموذج واضح أمامنا، نادي نيوكاسل اللي استثمرت فيه صندوق الاستثمارات العامة، هل جابت رئيس نادي؟ جابت مدير تنفيذي هو الرميزان عشان يقود النادي، يقود الفكر هذا على حسب الاستراتيجية والهدف اللي تطمح الوصول له عن طريق صندوق الاستثمارات العامة. وهذا الشكل الصحيح. اليوم المفترض الأندية الدولة مشكورة تبحث عن هذا الشيء، مدير تنفيذي ينفذ القرارات التي تصل إليها ويجل الناس المنجزين في أماكنهم. بمعنى أنه أستاذ حسن اليوم منجز في الحوكمة أجيبه، أستاذ حسن أنجز أكافئه، أخفق أحاسبه. هذا الشيء صحيح. اليوم الإنجازات كلها نفرح فيها، لكن في عيوب من هذه الإنجازات وتخفى على الإنسان، والإنسان اللي بيطور نفسه دائما يبحث عن عيوبه ولا يبحث عن إنجازاته. بمعنى أنه دائما الإنجازات تمحي السلبيات الموجودة عندك، لكن أنت لما تبحث عن السلبيات الموجودة في هذا الإنجاز كذا أنت تتطور. سعود كاريري وفهد المفرج ليسوا مدراء فنيين. المدير الفني هو العنصر التدريبي، هذا المدير إداري. الإداري عمله تنظيم العمل الإداري، بمعنى تنظيم العمل الإداري، حجوزات، أمور اللعيبة، هذه الأمور. لكن العمل الفني يقوم فيه هو المدرب الأساسي لهذه المنظومة. بس عشان فرق بسيط، فني وإداري. هل سنرى مستقبلا كابتن طلال في النادي الأهلي؟ سؤال محرج لكن لا، تعرف ليش؟ أنا خرجت من النادي الأهلي من عام 2006 ورجعت له في عام 2021. تخيل إنه ما اختلف لا فكريا ولا عناصريا ولا من خلال التخطيط والأهداف. انصدمت بالواقع بصراحة، انصدمت بالواقع، نفس الواقع اللي سبته رجعت لقيته نفس الواقع، والأمر إنه أكثر من السابق. فكر مؤامرات، فكر التبعية، فكر إنه نقل الكلام، فكر القرار الديكتاتوري. وهذه مشكلة كبيرة في الرياضة. الرياضة اليوم أو كرة القدم أو الأندية ليس ملك فلان وفلان وفلان، ملك الجماهير. الجماهير المفترض هي اللي لها كلمة الأولى في قرار تنصيب رئيس أو إخراج رئيس، وهذا الشيء الصح. القرار الفردي يعني حينما يؤخذ ترى، والتخبطات العشوائية هذه اللي أججت الشارع الرياضي، سواء الجماهير النادي الواحد. لحظة أستاذ حسن، لحظة بدون تفضل. مقاطعة، لأنه هنا في سؤال يقول لك طيب إيش اللي تغير بعد الأمير خالد
وقبل الأمير خالد، شوف تغير إنه هناك شخصية كل الأهلاويين يرجعوا لها. اليوم ما في أحد، النصر موجود، خالد بن فهد كلهم يرجعوا له، الهلال اليوم متواجد، ولي بن طلال كلهم يرجعوا له، كل نادي له قامات يرجعوا لهم في بعض القرارات. الأهلي اليوم لا يوجد، الأمير منصور مبتعد، الأمير خالد مبتعد، أغلب رجال الأهلي مبتعدين اليوم، فهذه مشكلة اليوم. لكن نرجع ونقول اليوم الأندية ملك الدولة، الدولة هي اللي تضخ للأندية، فمسألة عضو الشرف الفعال غير متواجد اليوم. شرط وزارة الرياضة أنت بتدفع بتجيب لاعب، لازم أنت كعضو شرف تودع قيمة اللاعب هذه كاملة في صندوق النادي أو في حسابات النادي، وهذا أمر صحيح، هذا الشيء الصحيح، عشان لا تورط الأندية بمبالغ كبيرة مثل المبالغ اللي شفناها. لاعب في أحد الأندية يستلم راتب 1,000,000 ريال في الشهر، لما جاءوا يسوقوا ما جاب القيمة هذه، حاولوا لكن رفض اللاعب هذا أنه يروح أي نادي ثاني بسبب أنه الراتب هذا ما يحصله في أي مكان. التخبطات العشوائية كابتن طلال هي اللي، وبصريح العبارة، احنا ما نجدها الا ترى في النادي الاهلي بكثرة، ترى كل الاندية، كل الاندية، بس يعني لكن غير انا واضحة. بشوف، انا بشوف في الاهلي يعني بكثرة، يعني في على سبيل المثال للحصر، يعني انا بذكر مصطفى الكبير لما جاء في الاهلي جلس اللاعب تقريب، حلو ايوه حلو، جلس 4 شهور زي ما تفضلت، كان بتعالج من إصابة، لما رجع وتأقلم استغنى عنه النادي. طيب أنت خسرت تقريبا 6 شهور من عقده، أنت بتدفع له وتعالجه وكل شيء، ولما تأقلم مع اللعيبة الموجودة استغنى عنه. صحيح، هذا تخو فترة نقاهة، فترة نقاهة تتكلم. بالضبط، لأنه إيش، قرار فردي عشوائي، فهذا كله يأثر سواء على اللاعب، سواء على المدرب، سواء على المشجع. يعني أنا دوبي صحيح، بتأقلم الأهلي، يعني أنا بشوف، يعني وأنا أقل شخص يمكن يقول الرأي هذا، إنه الأهلي لم يستمر على خطة معينة ولا على عناصر ثابتة. يعني مر صحيح. فترة كل شوية يعني ما مشى على خطة واضحة. هل هو تخبط من المدرب؟ هل هو تخبط من الإدارة؟ هل هو تخبط من اللاعبين؟ انت ما بتعرف اي شيء. انا بتفاجأ في الاهلي، مش الاهلي اللي كذا. ايه يستعيد، يقدر يفسخ عقده من طرف واحد، اذا ما استلم 3 رواتب يقدر يفسخ عقده، واذا نزل لدرجة ادنى اذا كان كاتب في العقد من ضمن الشروط انه ينتقل في حالة الهبوط، وهذه صارت. اذكرك فيها لاعب محمد سالم لما كان في نادي الرائد ووقع نادي الوحدة وهبط نادي الوحدة، فسخ عقده من طرف واحد يحق للاعب. الله يسعدك أستاذ حسن، نورتنا حبيبنا. الله يسلمك. أنا بس قبل ما أنزل وأتيح الفرصة للموجودين، إهداء لك بسيط. تفضل حبيبنا، تفضل. طبعا هي أنا لم أكتب إلا بالفصيح. أوه شاعر أنت عارف. تفضل حبيبنا. يقول سألت الغيمة والهانة ونار الشوق تحتد، أزرتي رحابهم حقا، أطفتي رباهم جد، أتيت الروضة الغناء وزهور اللوز تمتد، وظبي بات يكسوه جمال ما له حد، كغصن البان مياس، فلا ليلى ولا هند، وهل أبصرته يوما يؤرق ليلة الوجد، يذكر بالورى خلا قتيلا هاله الصد، يراه الناس محتدا طريحا غابه الرشد، يقول بحق من شهدت له الأفلاك والنشد، أفي الأكوان مجنون عثى في قلبه ود، قضيت الدهر عاشقا فبات قريض اللحد، فبات قريض اللحد. هذه في النادي الأهلي.
الله صح لسانك، كلام صح جميل بدنك، صراحة. الله يخليك حبيبي وأشكر لك حبيبي إتاحة اتشرف فيك. الفرصة، الله يسلمك. حبيبي حبيبي وأين كابتن طلال اللي كان وينما وجد، سواء في الجناح ولا في الهجوم، كان كنا نفرح بس تلمس الله الكرة يده نقول خلاص الهدف جاء. حبيبي حبيبي الله الله يسعدك يسلمك حبيبي مصطفى، ويسعدك وشكرا لك تحياتي للصغيرة الجميلة، إن الله شاء يحفظك. ترى الله. الهدية لها، مو لك، مو طيب لك أبشر الهدية. أبشر طال عمرك. يلا يلا شكرا شكرا لك، شكرا مع حبيبي السلامة. شكرا، الله يسعدك. يا هلا وسهلا، هلا 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 والله حبيبي. أنا كيف أمورك؟ صلاح أحمد وين؟ معايا ولا أنت معايا؟ أبو مازن، أبو مازن وين رحت؟ يا حبيبنا أبو مازن، يا هو مساء الخير، مساء الخير. الله يسعدكم جميعا. وين رحت؟ وين رحت؟ ما في صوت ترى. الله يسعدكم جميعا، منورين منورين. لا تروح بالكم كذا. يا هلا وسهلا، ايش رايكم نسالكم سؤال؟ ايش رايكم؟ تبغوا سؤال رياضي؟ خير الله يسعدك، والله يحتاج كثير نادي الاهلي، يحتاج كثير. مساء النور استاذ احمد، يا حزين. ايش تبغوا، رياضي ولا تبغوا ايش؟ خير الله يسعدك حبيبنا. طيب مين يعرف لي المدرب؟ مين هو المدرب؟ بس ادخل شو جوجل. الله يسعدك حبيبنا، وأنا أفتخر فيكم والله جماهير الاتحاد، جميع جماهير السعودية. سؤال تعريف المدرب، لا تخشوا على جوجل. الله يسعدكم جميعا. صح، درب المغرب كمان. رينال درب، مدرب فرنسي صحيح، المسؤول الأول عن إدارة الفريق والتدريب. غير الشخص الذي يضع الخطة التدريبية والفنية. حلو، لكن نبغى التعريف دقيق. هو من يضع خطة وتكتيك معين من غير التدخل. حلو، إجابة حلوة، لكن مو هو، هو اللي يشارك في التوجيه والتعليم. حلو، كلام جميل، لكن مو هو. هل بعض إعلام الأهلي يشتغل؟ لا، كنت أحضر مباريات، أحنا أشوف المدرب أنت وكابتن خالد، حتى لو أنت، هذا واجبنا حبيبي، الموجه والقائد. تعلي يا فايف، تعلي فوق، تعلي 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 يا فايف ستار، اطلب قسط يا حبيبنا. القائد خارج الميدان. حلو، كيف القائد خارج الميدان يا خلاص انتهى كل شيء. المدرب هو من يوصل الفكر للاعب. وين اس فايف؟
اطلب قستي على فايف ستار، فايف ستار اطلب قست الله هناك. المدرب هو من يوصل الفكر للاعب، اللاعب طرق اللعب. ما قال طهايك خلاص صلحنا انا والكابل، ايش تبغى اكثر كذا؟ وينك يا حصلت حصلت وين رحت؟ ايوه هو جزء من فريق العمل بجهاز فني. يا هلا وسهلا. هلا حياك الله يا مرحبا. هلا يا هلا كابتن والله. خليك طلال. معي دقيقة بس خليني أقرأ الموجه. حلو كلام جميل، لكن حاولوا فايف ستار، والنعم فيك يا فايف ستار. حياك الله يا كابتن طلال، الله يحييك ويبقيك إن شاء ذكرياتك الله حلوة حبيبي. بالنادي الأهلي بصراحة. الله يسعدك، عرفنا لما عليك. أشوفك أتذكر الفترة، رغم أنها كانت فترة قصيرة كانت في النادي الأهلي، يعني أنت ما يعني، بس ما شاء الله كانت يعني فترة حلوة، وبصراحة كانت كنت موهوب يعني، سواء في تعرف كم في الأهلي ولا ما تعرف كم قضيت في الأهلي؟ والله تقريبا يعني مو يعني فترة طويلة، أتوقع ممكن 7 سنوات كذا، 8 سنوات، صحيح؟ قضيت في الأهلي 25 سنة. 25 سنة لاعب أساسي في الأهلي، أو كنت لا، مرحلة براعم من صغير؟ البراعم في المدرسة. لا لا لا، أنا أتكلم فترة اللعب يعني. 10 سنوات. 10 سنوات، أيه. فترة كويسة يعني، بس أنا أتذكر يعني كانت فترة مميزة بصراحة، سواء مع الأهلي أو الله المنتخب، يعني كنت من الله أفضل يحييك اللاعبين يعني، اللي يعني كانوا حبيبي. فيها. أتذكر زمان كان يعني فيها في ناس يعني كانوا منتقدين، بس كنت تقنعهم في الملعب صراحة، يعني كل مباراة كل موسم كان لك عطاء، وكان لك يعني لمسات ما ننساها يعني، حتى في المنتخب الله كنت لما تشارك كنت تثبت نفسك بصراحة. وأنا ما أقول هذا الشيء مجاملة يعني، لأن أنا تسلم أكلمك وكذا، ولكن التاريخ يشهد بصراحة كابتن طلال. طب ما عرفت على اسمك فايف ستار، ايش اسمك؟ معك خالد. خالد فايف ستار، خالد اي الخمسة نعم نجوم والنعم فيك اي نعم، حبيبنا. الله مين هو يحفظك يا المدرب استاذ. خالد؟ كتبت لك الموجه والقائد، هو اللي يكون كمل. خالد الموجه والقائد، يعني هو اللي يكون مشرف على الفريق، يعني هو اللي بعد مدير الفريق يعني يكون بالشيء الفني داخل الفريق يعني. طيب هنا شوف، في الإخوان الكاتبين هو جزء من فريق العمل في الجهاز الفني، هو الموجه. المدرب هو ما يضع له مدرب داخل الفريق. كيف المدرب؟ هو من يضع له مدرب داخل الفريق وينظم خطوط اللعب. لا، المدرب هو المسؤول فنيا عن التكتيك وخطط اللعب والإشراف البدني. المدرب هو المعلم صاحب الخبرات والذي قدرة على التنظيم تطوير الإمكانيات الصحيحة. ايش قلت انت يا استاذ خالد؟ المدرب ايش هو؟ الموجه والقائد. ضيف كمان، ضيف عشان تاخذ الجائزة. ضيف في شيء مهم، الموجه انت والقائد متزوج يا استاذ خالد صح؟ صحيح صحيح. طيب انت عندك ابناء الله يحفظهم؟ اي نعم، ابنائي كم عندك؟ عندي 2 في الابتدائي. طيب حلو، هم ايش ينظروا لك؟ قدوة. هو هذه 3. انت دحين جبت ايش قلت اول؟ الموجه والقائد المود. حلو، وايش كمان؟ ضيفة. وقدوة لهم في حلو حلو حلو. المدرب هو الموجه والقائد والقدوة الحسنة للاعبين بقراراته وتوجيهاته السليمة. تستاهل يا أستاذ خالد الله يحفظك يا استاذ، الجائزة تفضل. ما قصرت حبيبي. حبيبي، وهذا ما قصرت. هذا أسئلة ثقافية نتثقف رياضيا. لما نيجي يقول لك مين هو المدرب، يعني برضه تيجي أنت تقول القدوة، القائد، الموجه، القدوة الحسنة، تعامله مع اللعيبة، كيف يتعامل مع اللعيبة، كيف ينتشل اللاعب من حالة الإحباط إلى حالة التميز. في بعض اللعيبة ترى يتعلقوا بمدربينهم،
لما يروح المدرب تحس اللاعب يحبط ويطيح مستواه. في لعيبة في مدربين ينتشل اللاعب من حالة الإحباط ويرفعه معاه ويكون عامل إيجابي. فهذا دور المدرب. دور المدرب لا يكتمل بس إنه عمل الخطط، لا، التواصل مع الأسرة، التواصل بينه وبين الجماهير، راحة اللعيبة، عمل استراتيجية واضحة للفريق من خلال الأساليب. وهذا المدرب. الله يسعدك أستاذ خالد. الله يعطيك العافية أستاذ حبيب فهد، حبيب أنا حبيب. الله تفضل يوفقك يا عندك حبيبي. شيء قول. شكرا شكرا لك يا حبيبي. شكرا شكرا حبيبي، شكرا. الله يسعدكم جميعا. ما شفت السؤال، خلينا نشوف. لقد لعبت مع العويران في المنتخب. لا، العويران أكبر مني لكن لعبت ضده في النادي. خلينا نشوف سؤالك يا الكورة ملعوبة. الله يسعدك يا محسن مصلح. نعم سيد مصلح، كابتن، من أسباب هبوط الأهلي عدم خبرة الرؤساء بمجال الرياضة. آخر رئيسين كانوا خبرة. يمكن الشيء صحيح. تبغى أسألكم أسئلة ولا ما تعبتوا؟ الساعة 12 18 دقيقة. الحين عرفتوا وش من هو المدرب. وقبل ترى أسبوع حطيناكم كمان سؤال تاني، فاكرينه ولا مو فاكرينه؟ اللي كان موجود فاكره يرفع يده. والنعم يا أستاذ طلال، أنت ما فاهم. خلاص، إنه الأندية صارت تبحث عن المحترفين، يعني الأندية صارت تجلب محترفين في خط الهجوم، ليس واحد، يمكن اثنين أو ثلاثة، هدف تحقيق البطولات. تركيا الرئيس ولا قصدك ايش يعني؟ لجميع الحالات، مو المدرب، مو الفئة السنية، لجميع الحالات. المدرب هو القدوة، هو القائد، هو الموجه، هو القدوة الحسنة. ودك بطارق كيال؟ ما فهمت يعني، رئيس نادي ولا ايش؟ طب ليه ما يترشح؟ والنعم فيه ابو راكان، والنعم فيه. لكن انا اتمنى الدكتور عبد الرزاق ابو داود. يا هلا ومسهلا، مساء الخير، كيف حالك؟ طيب، وين اختفيت؟ رحت طلعت على البث شوي رجعت، كيف حالك؟ طيب، والله بخير، الله يسلمك ويخليك. كيف امورك؟ الحمد لله، الله يعطيك العافية، منور الشاشة، الله يعطيك الصحة. النور النور، نورك حبيبنا. والله دائما اتكلم فيك صراحة بالخير، انت من المدربين انت الكويسين. صاحب الخير، انت حبيبنا، من اي الناس والله والله، الاداريين المميزين في نادي جدة. لكن الله يهديك انك تمشي مع خالد مكي، ابعد عن خالد مكي. والله خالد مكي هو اللي بعد عني، ولا انا ما استغنيت عنه، لكن ان شاء الله رجعوا لنا على قولهم. طيب، انا انا بستغل عندي تواجدك بس اليوم، انا ها بستغل تواجدك، انا بستغل تواجدك اليوم. انا الدورة اللي اقاموها لكم الاتحاد السعودي لتثقيف الاداريين، كيف انت طبعا تشوفها اليوم؟ والله انا اشوف الدورة هذه من امتع الدورات اللي حضرتها، انا حضرت دورات كثيرة، بس صراحة الدورة دي مهمة جدا، مهمة جدا للإداريين. يعني أنا حتى تناقشت مع مسؤول الاتحاد السعودي، على رأسهم الأخ تركي السلطان ونعيم البكر حلو والأخوان في الاتحاد حلو السعودي، الأستاذ الدكتور علي الغاندي. يعني صراحة الدورات دي لو تقام دائما باستمرار، يعني باستمرار لإداري الأندية، ترى عندنا الفكر حيختلف، الإدارة حيتطور، التعامل الإداريين حيتطور مع اللعيبة. وبعدين نحن انطلقنا من الدورة هذه، كيف يصبح الإداري محترف؟
فهمت علي؟ فكانت دورة صراحة جميلة جدا، وأتمنى يعيدونها مرة ومرتين وثلاثة، يعني هي قيمة 3 مرات يعني جدة والرياض والدمام. كلام جميل حلو. بس صراحة وكانوا أساسا على مستوى عالي موجودين محاضرين، سواء نفسي على لجنة الانضباط، عن سلوك الإداريين، التواصل الاجتماعي بين المدربين والإداري واللاعبين. يعني والله أنا ما أخفيك يعني الدورة دي أنا شوف، أنا رغم خبرتي هذه بس والله استفدت منها كثير صراحة. يعني الإداري هو الوحيد اللي يمكن مدرب يمشي، ممكن لاعب يمشي، بس سبحان الله الإداري الوحيد في النادي اللي عليه تقول كل حاجة. يعني المحور الرئيسي بين مجلس الإدارة والمدربين واللعيبة الإداري. طيب سؤال مهم، يعني شغل أبسألك سؤال مهم الآن. إيش بالضبط. العمل المناط على الإداري أو المهام المختصة في الإداري المفترض يعملها؟ طبعا الإداري هو على قولهم المحور الرئيسي، تكون عنده التواصل كل حاجة. الإداري تواصل أول بين مين تواصل، ومين؟ طبعا التواصل الإداري بينه وبين المدرب واللاعبين، وتواصل الإداري مع أولياء أمور اللاعبين، وتواصل إداري مع مجلس الإدارة اللي هو الأعلى منه إذا كان مشرف موجود. أوكي ما في مجلس إدارة، يعني بحيث إنه الإداري يحل مشاكل اللاعبين، الإداري يحل مشاكل المدربين، الإداري إيه يحل بس مشاكل. هذا كلامك أنت على الفئات السنية صح ولا لا؟ أي طبعا دور المحترفين يختلف. أيوه أنت لما يعني توصل كده على دور إيه؟ المحترفين هنا، لا هنا الوضع يختلف جدا. دور دور الإدارة المحترفين اختلف. نحن طيب أنتوا الدورة هذه اتكلمت على دوري المحترفين ولا الفئات لا السنية؟ جابت جزء، لا جابت جزء عن دور المحترفين هنا. بس التعامل مع المحترفين يا كابتن، طبعا هناك ما في لعيبة تعرف كبار ولعيبة محترفين، التعامل صحيح. معاهم بعملية اسمها انضباطية. يعني أنا عندي لوائح وأنظمة صحيح. تتبعها معايا طبقها عليك، ما في، أو إذا في حصلت مشكلة ولا شيء. طبعا انت يعني انت مو معقوله واحد لاعب محترف وكل شيء بتروح تصرف، انت بتنصح وتتكلم. اذا خرجت الامور صحيح. عن يد الاداري عنده تقارير وعنده اشياء يقوم يرفعها للجهه اللي اعلى منه، اذا كان مشرف او كان إده او كان مدر او كان رئيس نادي. اما هذا طبعا وضع اللاعب المحترف، لان وضع اللاعب المحترف تعامله باللوائح اللي اقامها النادي والاتفاقيه اللي انت متفق مع اللاعب، لانه صراحه الوضع يختلف في الاحتراف اللاعب المحترفين على الفئات السنية بعيدة جدا. أما الفئات السنية أنت تعامل لعيبة كأنك أب لهم، كأنك يعني قائد، لأنه أنت تخيل أنه أنت أولياء الأمور يعني يسلموك أبنائهم الساعة 4 العصر أو 5 العصر، 4 ساعات يخليه عندك أو 3 ساعات عندك، واثق فيك. فهذا الابن يعني يعتبر، يعني أنت لازم تهيئ له الجو وتهيئ له المناخ، وتعتبر يعني كأنك تعامل أبنائك في المنزل. يعني حلو ف كلام جميل. ف الشغل مع الفئات السنية، أنا مع احترامي مو أي إداري يعني يتعامل معاهم، لازم يكون عنده شخصية، طب لازم يكون عنده يبعد عن الضغوط، يبعد عن الأشياء، يخلي يعني ضغوط الأشياء الخارجية ما تأثر عليه في عمله، لأنه صراحة تتعامل مع طبقة لازم يستفيدوا منك وتطلع أجيال كويسة. يعني انت اليوم دائما الاداريين الموجودين في الانديه يكونوا خريجين تعليم، درس رياضه، ولا تختلف معايا؟ اغلب الموجودين في مجال الرياضه اليوم الاداريين ممكن يشتغلوا. وفي معلوم هذه وفي معلومه كمان، انه اليوم لاني انا حضرت ختام دوري المدارس، فانصدمت انصدام يعني شيء غريب. أول مرة أعرف المعلومة هذه، إنه جزء كبير من الإعلاميين الموجودين في القنوات الرياضية يشتغلوا في مجال التعليم، وهذا طبعا مشكلة كبيرة. يعني أنت تتكلم على مشكلة كبيرة اليوم. الإعلام اليوم يتبع رسائل موجهة، فهل هذا اليوم الإعلامي يفصل فكره الإعلامي عن فكره التدريس؟ لا أو مستحيل. نفس الفكر نفس الفكر. لا أنا ما صراحة ما مو كلهم يعني، لكن ما اللي تحفظ صراحة هذا، لكن
انا شفت في اداريين تربويين، بس في اداريين مو تربويين موجود. صحيح صحيح، يعني انا بس صحيح، لكن العمل الاداري المفترض يكون متصل بالعمل الفني، يعني المدرب هو يكون السلطه الاعلى في العمل الفني والاداري، والاداري يكون مكمل لنجاحات هذا المدرب، بمعنى انه توفير الادوات لانجاح عمل المدير الفني، هذا واحد. يكون عمل تكاملي بين المدير الفني والمدير الاداري لحل المشاكل. اكيد في تواصل، في تواصل بين المدرب والاداري، في تواصل جدا مهم جدا ترى. يعني انا اقول لك الان الاداري، اغلب الاداريين عندهم دورات سي وبي، ياخذ دوره. طب ليش طب سؤال ليش ما اخذها هو تخصص اداري؟ ليش لا؟ اساس يعني انت ابو مازن الان صح؟ ابو مازن ولا ابو احمد؟ لا ابو احمد، هذاك ابو مازن المزرعي. طيب ابو احمد، انت اداري اليوم، المفترض توجهك اداري، تاخذ دورات الاداريين. ليش انت طبعًا وجهت ابو احمد اخذ دوره تدريب؟ ليش؟ انا عارف الاجابه، وسالتها لاكثر من شخص واعطاني الاجابه هذه. طيب وانا لي تحفظ على هذه الاجابه، ابى اسمع اجابتك عشان اقول لك هي أنا هي اللي هو. طيب قولها. لا هم يقول لك على اساس انه من الناحيه الفنيه، في يعني احيانا يقول لك المدرب القرارات انه يكون فاهم. أيوه. فاهم وضع الفريق. حلو. وفاهم اللاعبين لانه حلو. ايوه حلو، يعني انه هذا اللي يناقش المدرب في قرارات فنية، يناقش المدرب طبعا يناقش المدرب في اخطاء مثلا يقدي رايه، لكن في سلطه في الاخير سلطه مدرب. بس انا ما هي صراحه. طيب انا الشغل الفني، انا حتى لو اعرف شيء مثلا عندي دوره، انا ممكن اقول هو يسالني يقول لي كيف، اقول والله لكن ما اخوض معاه في اشياء فنيه بحته، فهمت؟ يعني انا ما احب اتكلم في الامور الفنيه مره، لاني انا وهذا الشيء الصح، لانه انت مجالك اداري، المفترض طبعاً انت تنظيم العمل الاداري. كيف يكون تنظيم العمل الاداري؟ يكون من ناحيه التواصل مع الاتحاد السعودي، هذا واحد. التواصل لتوفير مستلزمات اللاعبين، مستلزمات طبعاً الفريق طبعاً. هذا اثنين. التواصل طبعاً مع الجهات المسؤوله لتسهيل عمل الاداري، بمعنى انه جوازات، احوال، المرور، هذه الامور المكمله اللي مفترض دور الاداري يقوم فيها عشان يعطي بيئه جاذبه. اشياء كابتن، ترى الاداري يقوم بحجوز بمتابعه حجوز الفريق، معسكر. أيوة. الفريق بحجوزات، بالمطار، بالباصات، حق الباص الانضباط والحضور، هذه الاشياء كلها. التغذيه كمان، التغذيه طبعا هذا عامل مهم ترى. طبعا الاداري محط، يعني مكانه محور. شوف بقول لك، الاداري ترى يقدر يصعد فريق ويهبط فريق. ليش؟ اول شيء في اداري لازم يكون عنده، يعني انا افضل للفني ولا افضل للاشياء. يعني حصلت الان في درجه اولى السنه هذه في الدوري عندنا قبل ما نطلع الممتاز، حصلت انه في لعيبه اخذوا كروت، دبلت عليهم الكروت وانسحبت منهم النقاط، فضر الفريق ما صعد. بسبب جهل اداري. انت يا اداري مو مهمتك اني انا اتابع المدرب والله ايش تدريباته، اتابع، لكن مو اناقش المدرب اخطاء فنيه واجلس اللي عندي اهم منها التقارير، الكروت، متابعه اللاعبين. ترى هذه هبطت فريق بثلاث نقاط على اساس نسي سهو ولا لا. ما تبقى لازم يكون عارف. أبو أحمد سؤال مهم أبو أحمد، وأنا أعرف أبو أحمد وأعرف عمله وأعرف التوجه وأعرف الفكر. أبو أحمد، اليوم أنت تشتغل بالتقنية، يعني بالكمبيوتر؟ طبعا أهم شيء عندي. حلو كلام. يعني منظم في عملك أبو أحمد؟ الحمد يعني لله. لو أسألك اليوم، لو فرض عندنا مباراة الأسبوع القادم، بتكون محضر للمباراة هذه قبلها بفترة معينة؟ تكون عندك تفاصيل كاملة؟ يا كابتن، نحن أنا مسوي عندي برنامج، أنا من يوم ما يصدر الجدول
الجدول لما يطلع من الاتحاد السعودي يصدر الجدول بتواريخ ومباريات وكل حاجة كلها نزلها ونجي على المدرب اختار التوقيت اللي تبغى فيه تتمرن برا المباراة بعد شهر اختار التوقيت اختار مدري ايش كلها تبدأ حجوزات الفنادق وتبدأ حجوزات التواصل كل شيء جاهز يعني ما يجي المدرب بكرة يقول لك فين حنعسكر لا يا حبيبي خلاص عندك الهي كله مزبوط فهمت هذا إذا تسمح لي إذا تسمح لي أبو أحمد بعرف الناس على أبو أحمد أبو أحمد إداري في الفئات السنية في نادي جدة من الإداري المميزين تابعته تناقشت معه عجبني فكره وأنا قاعد أحاوره اليوم بالفكر الإداري الموجود في بعض الأندية ومتابع الدورة اللي أنتم متواجدين فيها وعارف مين متواجد فيها ويهمني يا أبو أحمد أنا كثير أغلب الدورات الموجودة تدريبياً وإدارياً يغلب عليها عنصر التنظير وهذا اللي أنا ما أحبه أحب عنصر إيش عنصر يا كابتن؟ التنظير أوكي صحيح أيوه أنا أحب دائماً التجربة ارفق لي المحتوى مع تجربة بمعنى اليوم أبو أحمد أبو أحمد لك كم سنة أنت في نادي جدة؟ والله فوق 10 سنوات؟ داخل على 17 سنة تقريبا 17 سنة بس أنا لا تعرف اشتغلت فريق أول يمكن 4 سنوات عارف بعدين أشرفت على الفئات السنية الحمد لله صعدنا ناشئين وشباب ممتاز حلو كلام جميل اليوم لما يجيني محتوى تعليمي مع تجربة أنا كإداري مبتدئ أستفيد منه لكن تعطيني محتوى تعليمي بدون تجربة ترى بيدخل منها بالأذن هذه ويطلع من الأذن هذه صحيح اليوم التجارب في كرة القدم مختلفة أنت عاصرت محترفين وعاصرت فئات سنية وفي اختلاف كبير في هذا الشيء بالاثنين من ناحية طبعا من ناحية من ناحية الإدارية اليوم حتى من ناحية التدريبية كيف تتعامل مع المدرب أنت بعض الأحيان المدرب يشد وأنت الإداري ترخي بعض الأحيان أنت تشد والمدرب يرخي في اليوم في تعاون لكن المشكلة اللي تواجهها أبو أحمد في نادي جدة أو في الأندية إنه أغلب المشاكل اللي تواجه الإداريين مع اللعيبة كلها مالية أكيد. متأخرات في الرواتب متأخرات في الرواتب ويكون صحيح. اللي في الواجهة هذا الإداري المسكين اللي يحاول طبعا كبش الفدا هو يعني أيوه اللي يحاول إنه يلطف الجو ويكون صادق مع اللعيبة لكن المسؤولين الموجودين دائما يحطوه في الوجه ويطلع هو المسكين اللي ماخذ الكذب انه هو لا مو صادق كلامه لكن هو ينقل معلومات او حقائق وصلته من بعض رؤساء الأندية او بعض الناس التنفيذيين المسؤولين عليه لكن اللعيبة دائما في وجه الإداري الإداري هذا غير صادق الإداري هذا والله يلعب علينا الإداري هذا يضحك علينا وبعض انت تواجه كمان كإداري يا ابو احمد بعض الاحيان تواجه اولياء الامور اللي أكيد. ما شاء الله يحبوا اولادهم يكونوا متواجدين في التشكيله وحيح. حتى لو كلمته وقلت له انه عنده ولدك عنده نقص في الناحيه الفلانيه في التكنيك في التكتيك في الفكر في القراءه يزعل بس في نقطه يا كابتن ترى شوف الاداري طبعا مهم جدا يكسب ثقه اللاعبين ليه اكيد ليش يكسب ثقه اللاعبين يعني تحس انه حتى لو حصلت من الاشياء اللي قلتها يعني الرواتب والمكافات وهذا تحس انه مهما تكلم معهم الاداري يثقوا فيه تماما يعني لا لو اقول صحيح. ترى هذه بكره جايه اعرف اني خلاص جايه فهمت ترى في صحيح في عامل نفسي كبير طبعا انا صراحه انا احب اشتغل فيه دائما فئات السنيه دائما العمل مع الفئات السنيه بالذات العامل النفسي ترى مهم جدا يعني انا ممكن الاقي لاعب تحس انه طول وقته جايك وزعلان وكل حاجه لكن لما تيجي عنده تقابله وتقابل وجه بشوش وتتعامل معاه نفسي وتحل مشاكله مهما كانت ظروف النادي ترى يحب النادي يخلص صحيح. النادي ليه يقول لك والله انا قابلت اداري ما قد مر علي بيعاملني زي ابوه بيعاملني زي اخوه بيعاملني كما شئت يعني فهم في تعامل تقدير اللاعبين يعني
تحس انه انت لو في اخر الدنيا يعني انا عشرت ترى اجيال الان، عشرت اجيال سابقه والله، في اجيال الى الان تتواصل معنا. يعني انت تعرف الان لما راح يطلع فريق اول، لانك انت رسمت بينك وبينهم علاقه ود ومحبه بصدق، وهذا الشيء صحيح. وفي دارين عشرته في فتره مع بعض، ترى ما يسال عليك اللاعب اليوم معك ما يسال عليك. لكن والله انا عندي جروب الان، يمكن انت قلت طلق خالد بكي موجودين، ترى لعبه الربيع 96 مواليد 96، تتكلم نحن في 2023 يعني مواليد 96 دولة، يعني في تواصل معاهم، في محبه. انا ترى والله شوف الشغل اللي يعني انا صراحه عاشرت انديه وشفت انديه وشفت بعض اخطاء الاداريين الله يهديهم والله يصلحهم، سواء كان على الخط او سواء كان تعامله مع اللاعب. هذا الفكر لازم يتغير لما يكون الإداري محترف، لأنه أنا قلت الإداري ممكن يهبط فريق، الإداري ممكن يلعب نفسية الفريق، الإداري ممكن يبقى ضد اللاعبين، أحياناً نحط لاعب في باله يسوي حركة خلاص. أنا أحياناً الخط، أنا دائماً لما أجلس على الخط أوجه المدربين أوجه الإداري اللي معانا إنه أنت هذا لاعبك اللي جوا لازم تكون معاه، يعني بحيث كيف تكون معاه، يعني لا تتجه للأخطاء الحكم، لا تتجه تنرفز اللاعبين، لا تخلي وضع الفريق يخرج من السيطرة، لأنه هذا مهم جدا. أما أشوف مدرب ينط على الحكم أو مدرب أو إداري، أقول مدرب ممكن، لكن إداري ينط يجري جري ويصيع الحكم، طيب إذا اللاعب إيش حيكون مسكين جوا؟ إيش حيكون؟ صحيح. الأشياء هذه مهمة جدا تكون في الإداري، متى يشير الغضب من اللاعبين، متى التوتر ده يخليهم، متى يكون يا أخي الإداري لو أتكلم مفروض يكون جناح كذا يغطي فيه اللاعبين بحيث أنه يخلصوا يلعبوا. ترى والله العظيم أنا جربتها عامل نفسي مع بعض اللاعبين عندنا، والله العظيم في لعيبة تيجي حياتها وظروفها مادتها، تعرف وضعنا أنت الملعب بعيد ويجي، لكن والله العظيم يجي يقول والله أنا أجي عشان أنت حببتني في النادي، حببتني في نادي جدة، ليه؟ يقول أنا أبغى ألعب، لأنه حصل القلب مرتاح. لكن لو يقابل إداري يقول له مع السلامة، فوضع الإداري يا كابتن ترى متعب جدا وعاني منه كثير. بسألك سؤال مهم، تفضل. بسألك عن شخصية أنت عشت معها، كابتن محفوظ حافظ. لا أنا الصراحة شوف، يعني أنا ما بتكلم في الرجال ذا، لأنه لو أقول لك يعني شهادتي فيه مجروحة صراحة، يعني مدرب من المدربين. شوف يعني أنا اللي عاشرته من سنين إلى الآن صراحة مدرب، أول شيء أنا اللي عجبني فيه مدرب هادي، يعني حتى لو في أشياء مثلا ملاحظات ولا شيء عصبي لا يعني لا مو عصبي، يعني ممكن مع اللعيبة بعدين، لكن مدرب والله العظيم والله هادي العظيم. بس انفعالي ايوه، لكن تعامله مع اللاعبين صراحه ممتاز جدا. يعني انا اقول انا حتى قلت بس والله ايش فيه، تعرف انت مر بازمه أيوة. فهذه لو ما اثرت عليه كان انا اشوفه يعني في احد المنتخبات يعني يدرب، انت عارف مدرب قدير. لكن يعني صراحه يعني انا اقدم له الشكر انه انا صراحه حاربت على قول انه يجي جده وشوف، رغم انه عنده يعني تعرف شهاده البرو والايو، أنا شهادة البرو يعني، فمن المدربين القليلين صراحة اللي أشوفهم يعني اللي عاشرتهم المخلصين وممتازين جدا فكريا داخل الملعب وتكتيكيا، ومدرب صراحة يعني سوى شيء أنا ما توقعته. يعني أنا ما كنت، أنا ما عاشرته كثير في الاتحاد، بس كنت أسمع عنه وشفته، لكن لما عاشرته أنا قلت مستحيل أسيبك صراحة، يعني أنا اللي أطلع من جدة أطلع معك بالأشياء اللي قاعد يسويها. أعطيك معلومة أصدمك فيها، هي تعرف الكابتن محفوظ حافظ أنا بديت في ناشئين الأهلي ولعبت، هو مدرب ناشئين الاتحاد. ما شاء الله. اعتزلت وبديت تدريب وهو مدرب، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، الله يعطي الصحة والعافية. لا والله صراحة هي. لا مدرب ممتاز، مدربين المحترمين اللي أثروا في اللعيبة، يمكن هو من اللي طلع جيل مناخ هو 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 جيل نور. محمد نور وجيل عبد الرحمن الغامدي وجيل ريان وجيل صالح مدخلي، احمد الشمراني، فهد حداد، مناخ بشير، هذا هو اللي اشرف عليه هو كابتن. ايوه اعرف، انا كنا نلعب ضدهم ترى احنا.
كنا في فترة سابقة نلعب ضد بعض مباريات، وبعد ما نخلص نروح نلعب حواري مع بعض، فالزهراني، محمد نور، مناف أبو شقير، علي مدخلي، أسماء كثيرة ترى، طلاب داود. إيه ترى ما شاء الله تبارك الله، يعطي الصحة العافية، ومدرب مدرب مدرب جدا، فكره عالي، تكتيكه كمان تكتيكه سبحان الله، يعني أنا باقي طريقته غير، ما باقيش مدرب صراحة زي طريقة تكتيك اللعب. يختلف عن خالد مكي؟ خالد مكي هذا أبو التكتيك، مكي مكي هذا حبيبي، احنا نقول أرجع يا مكي عندنا، أرجع يا مكي، ترى شارينك يا مكي. أنا مكي صراحة مدربين كويسين الطموحين، وعنده طموح، بس مكي تعرف أنت لما يكون واحد لسه جاي يبغى يكتسب خبرات وخبرات وخبرات وخبرات، بس مكي صراحة على الخط يعني يعجبني صراحة، المدربين لا يعجبني لما يكون كده على الخط، وهذا مع المدربين صراحة مرة ممتاز، بس تعرف الخبرات لازم تكون، فأكيد صحيح. يجي أحيانا في جيل من اللاعبين يساعدك، وأحيانا يجي جيل من اللاعبين ما يساعدك، يعني هي صحيح. صراحة أدوات مكتملة يعني مع المدرب، يعني لازم يكون لاعبين كويسين معاك، إدارة كويسة ومدرب كويس، ترى الخطة تنجح. يعني نحن أنت عارف وضعنا في الجوهرة وين، لما جبنا لاعبين كويسين مع مدرب كويس طلعت على قولهم الطبخه في الاخير، في شيء في عمل، رغم انه عندنا يمكن كثيرين ما يعرف ايش ازمه نادي جدا، انه نحن ما عندنا مقر ونتدرب في مكان يمكن 6 6 و7 7 تمام، وتطلع الممتاز ترى مو سهل الموضوع، يعني اعباء ماليه وظروف ولاعبين، يعني صعب جدا. فمكي الله يعطيه العافيه صراحه، هو عارف مكي صعدنا معاه، احنا صعدنا والناشئين معاه، يعني قدمنا موسم مره رهيب انا مكي صحيح. بس انا بالعكس انا والله دائما اطمح المدرب، انا اشوف في نادي جده ترى انا وطني، يعني انا المدربين الوطنيين عندي الاساس والله، يا السيفيات جتني من تونس ومن مصر ومن الجزائر، ويعرضوا علينا مدربين، انا والله دائما دائما احب المدرب الوطني، لانه لازم ياخذ فرصه، اذا ما ياخذها فوق فين بده، يعني فين يدرب، يعني اخذ شهادات واركم في البيت، خلي يدرب في الفئات السنيه واشتغل في الفئات السنيه يطلع منها. لا لا، عندنا نموذج يا جماعه الخير، الكابتن الشهري ما شاء الله تبارك الله اخذ كاس اسيا، وجيل معاه جيل ممتاز ولاعبين ممتازين، يعني هذا هو المدرب الوطني، لازم نحن نعمل عليه. في الاخير المدرب الوطني اساس في كل شيء. انا اقترحت لهم، قلت لهم الفئات السنيه غير الممتاز لازم يكونوا مدربين وطنيين، من المساعد الى اخر واحد، حتى الدكتور ما شاء الله تبارك الله والطبيب كلهم يكونوا سعوديين، هذا شيء جميل. الله يسعدك ابو احمد، ونورتنا وشرفتنا. ابو كلمه اخيره قبل ما نختم ابو احمد، كلمه اخيره. ما ابغى كلمه اخيره، بس انا بغيت اسالك سؤال. ساعتين ونص، تفضل حبيبي. لا دقيقه، انا بغيت اسالك سؤال. أمرني. السؤال هذا طبعا انا قاعد اتابع الضجه الاعلاميه وبين الجمهور بين الاتحاد والاهلي، طبعا بحكم اني انا قريب منه ومعرفهم وتابعت الجماهير، انا بسالك سؤال، ايش يعني ايش الفرق بين ان الاتحاد ما توج اخذ الثاني وهبوط الاهلي؟ لانه في ناس يقول لك لا كلهم جاي بعض، لا مستحيل. انا ابغى رايك انت، هبوط الاهلي وعدم حصول الاتحاد على المركز الاول، ايش الفرق بينهم يا كابتن؟ تبغى نتكلم على مين اول؟ للي رايحك انت، يبدا الاستبداد بالهبوط او ابدا شوف ابدا في الاتحاد. تمام. الاتحاد بدا الدوري بدايه مميزه، حلو، استقرار فني، لاعبين، التوقفات اثرت عليه. نقطه مهمه، الاتحاد لا يملك صف ثاني، يملك 11 لاعب او 13 لاعب فقط، يعني أي بديل ما كان يعطي الإضافة لهذا الاتحاد، وشفناها في مباريات الهلال لما خرج بروهي كيف تغيرت مجريات المباريات. هذه واحد شفنا تأثر الاتحاد بغياب حجازي، حتى حجازي لما رجع حجازي ما كان جاهز بدنيا، وتأثر دفاع الاتحاد بتواجد حجازي، شفناها مبارات الطائي. من ناحية الهجومية كان الاتحاد يملك روما، كان الحل الأمثل لنادي الاتحاد. الاتحاد جلب حمد الله، تغير أسلوب لعب
نادي الاتحاد بشكل كبير. الاتحاد كان يقفل ويلعب على الهجمات المرتدة السريعة. العنصر المميز في نادي الاتحاد كان اللياقة البدنية العالية. صحيح. نهاية الموسم، في نص الموسم، نهاية الموسم اختلفت هذه اللياقة. صار لعيبة الاتحاد ينهاروا في آخر 70-80 دقيقة، ينهاروا بسبب ضعف معدل اللياقة عندهم. طيب. كانت الميزة، كانت الميزة في آخر الدقائق انقلبت على نادي الاتحاد بسبب أنه توقفات، عدم لعب مباراة رسمية بطريقة مثالية، يعني لعبك مع الأهلي المباراة الودية ما أضافت لك شيء بسبب أنه لا أسلوب الأهلي ولا طريقة لعبه يواكب طريقة لعب نادي الباطن أو يواكب طريقة لعب نادي الاتفاق. هذا أكبر خطأ. اليوم لما أنت كمدرب تبقى تلعب مع منافسين، لازم تحسب حساب المنافس اللي أمامك، هل هو يلعب بنفس الاستراتيجية ونفس خطة اللعب أو بيكون بس مباراة ودية صحيح. لتعطيها بس هدف أنه أني أنا لعبت مباراة ودية. ومباراة الودية ترى تختلف عن المباراة الرسمية بسبب أنه لياقة المباراة، إعداد اللاعب للمباراة الودية مختلف عن المباراة الرسمية. صحيح. وانت أخبر هذا الشيء. نجي للنادي الأهلي. النادي الأهلي قبل ما تيجي النادي الأهلي، دقيقة كابتن، بس قبل ما تيجي النادي الأهلي أنا أباك توضح لي النقطة دي كمان، حجم التأثير. أنا أتكلم تأثيره على النادي عموما وعلى الجمهور. خسارة الدوري، فهم كده يعني، النقطة دي مهمة جدا، تأثيرها على الجانب في الاتحاد من عوامل مادية، أنت شو تقولها زي ما تقولها. وبالنسبة للأهلي، شوف خسارة الدوري متوقعة كانت من مباراة الفتح، يعني مباراة الفتح، لأنه أنا أرجع أقول لك الاتحاد لا يملك البديل الجاهز اللي يقدر يعني يلعب بنفس مستوى الأساسي. هذه نقطة يعني مهمة ترى، يعني التأثير ما حيكون اللي هو 100% يعني. لا 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 لا، فقدت الدوري طبيعي، يعني إنك تفقد الدوري طبيعي، ممكن منافس معاك الهلال وفقدت الدوري طبيعي، إيه طبيعي، بمعنى إنه أنت هذه الأدوات وهذه سبل اللي عندك، هذه الأدوات اللي عندك اللي تقدر توصل لها أو توصل فيها المكان بعيد، هذه الأدوات اللي عندك. صحيح. ما تقدر تضيف، خلاص ما تقدر تضيف. حتى وصلت لمرحلة إنه استهلكوا بعض اللعيبة، ترى استهلكوا بمعنى إيش؟ روما طول 30 جولة يمكن اختفى جولة واحدة 29، وشفنا تأثير روما على نادي الاتحاد. صحيح. كورادو تقريبا 5 جولات كان مصاب. تتكلم على الأحمدي لما مشي غير شكل الاتحاد. الأحمدي لما مشي غير شكل الاتحاد، رغم أنه هنريكي ظهر بشكل مغاير، لكن الأحمدي كان قائد داخل الملعب. الاتحاد من يوم ما راح الأحمدي افتقد القيادة بصراحة. القيادة وين؟ في منتصف الملعب، كان حلقة الوسط بين الدفاع والوسط والهجوم. فهذا الاتحاد. نجي الأهلي. الأهلي عمل تراكمي غير جيد من فترات سابقة، من 5 سنوات إلى 6 سنوات، أعطى انطباع للجماهير اليوم إنه في مؤامرة، في تشكيك. صحيح. في هدف إنه يبغوا يهبطوا الأهلي. لا صحيح. اليوم العمل التراكم اللي مر عليه النادي الأهلي من إدارات سابقة أعطاك اليوم مؤشر واضح إنه الأهلي بيوصل لمرحلة بينهار فيها. وصل لهذه المرحلة اليوم وانهار النادي الأهلي بسبب إنه العمل التراكمي العشوائي الغير صحي. اليوم بيئة الأهلي اللي يخشها ترى ينصدم بالواقع، ترى اختلف كثير. ايوه، اللعيبه حتى احساسهم بالمسؤوليه داخل الملعب ما في. شفناها مباراه الرائد، شفناها مباراه الشباب. هل هذه شخصيه اللي لاعبين داخل الملعب يبقوا يحققوا او يبقوا في الدوري المحترفين؟ لا طبعا كابتن. والله انا اقول لك بس الحجم ترى، شوف انا اللي رايي يعني الاتحاد فقد الدوري طب يعني عادي، يعني بالنسبه له طبيعي ممكن يحقق الدوري السنه الجايه، لكن حجم انا اسميها كارثه. هبوط الاهلي كارثه جدا اول شيء،
مو من ناحية ال من ناحية هذا في, في من ناحية الكروية، من ناحية المادية الدعم، لأن أنت تتكلم على النادي الأهلي في أشياء كثيرة وأشياء كثيرة، يعني أنت ممكن هبوطه ينعكس على أشياء ثانية في النادي الأهلي، من ضمن الألعاب المختلفة، من ضمن الفئات السنية، من ضمن الدعم. الآن إذا كان هم مطالبين بمبالغ يسددونها، فدرجة الأولى أنا يمكن عاشر درجة أولى ترى يمكن الميزانية ولا شيء بالنسبة للدوري المحترفين، يعني هناك يمكن الدعم يمكن يوصل 50 مليون للأندية، درجة الأولى ترى ما في دعم ذاك الدعم الصخب. 35 أو أقل، 35 مليون أو أقل، أقل كمان هنا لا أقل في الدوري المحترفين الدرجة الأولى أقل، لكن الحجم خسارة الأهلي ترى حجم مرة كبير، مو سهل إنه فريق زي الأهلي قلعة الكوس ولو بصمة وتاريخ وكيان ولو جمهوره إنه يهبط بسهولة، لأن زي ما قلت لك هي يمكن الجمهور اليوم معصبين وكل شيء، لكن أنا أرجع أقول لك أكثر ناس بيتضررون ترى الجمهور ممكن، لكن بيتضرروا ناس في النادي الأهلي سواء كانوا لاعبين أو الألعاب ثانية مختلفة أو الدعم، يمكن بكرة ما تلاقي أحد يدعم النادي. بس في شيء مهم، في شيء مهم أبو أحمد، إنه اليوم يمكن رب ضارة النافعة للنادي الأهلي. ليش أنا أقول لك زي كذا؟ اليوم لازم الفكر يتغير في النادي الأهلي، فكر القيادة في النادي الأهلي لازم يتغير، فكر المؤامرات وفكر الدخائل عفوا، وانه هذا يقول عني وهذا يقول عني وانا بسوي كذا من راسي، لازم يتغير لازم يتغير. والله يا كابتن يتغير الفكر لمن الاعلام الاهلي، اعلام الاهلي لازم هو الوحيد اللي يوصل بين الاشياء اللي تصير بالنادي الى الجمهور، لانه يا كابتن بيسمع اي اعلام يطلع باي تصريح باي حاجه، مؤامرات وما ادري ايش واشياء كثيره تحصل، وبالخير الفريق هبط. طيب انت قاعد تتكلم من 4 سنين وقال الامير محمد الله يرحمه، صح، وقال الامير محمد الله يرحمه، قال انه جمهور او اعلام الاهلي يمكن من اضعف الاعلام الموجود في السعوديه، ما يدعم نادي ودائما سلبي. طبعا انت ادعم نادي، انا ادعم مهما كانت في سلبيات، ما اخلي الجمهور يتوجع على انه في مؤامره، انه في اشياء تحصل ان لازم يهبط الاهلي. انت الناس لما تشوف انا شوف عايش في الانديه وجربت الانديه، يا عمي عمل، ترى النادي مو عمل. يعني انا اضرب لك مثال، لا يا اخي الهلال ايش المعنى الوحيد اللي مستقر اداريا مستقر فنيا، ولا سمعت عندهم مشاكل ولا سمعت عندهم اشياء تحصل الا المعنى ايش المعنى في احنا في انديتنا يعني الثانيه. فهذه ترى مشكله اداريه بحته، هل هي يعني انا متوقع انه صار النادي الأهلي جوا صاروا تكتلات أو صاروا مجموعة مع مجموعة، كل واحد صار لحاله، صار يعني ما في عمل جماعي صار في النادي الأهلي، هذا اللي هو اللي وصل للهبوط. هذا رأيي يعني أنه كل واحد يعني على قوله أنا أنت اليوم معايا لكن أنا بكرة ماني معك، فما كان في عمل جماعي. يعني أنا حتى لو النفيع أو المحياني عندهم أخطاء، تحس أنه بداية الموسم وفي ناس ما تبغاهم وفي ناس محاربتهم أو شخصيات، ما هذا اللي واضح يعني إنه الإدارات صارت ما هي واحدة يعني. صحيح، الله يعين بس يساعد. حبيب أنا أبو أحمد، شرف فيك وتشرف كل إخوان، نورت مداخلتك جميلة أبو أحمد، الله يسعدك حبيبنا، ودائما أباك تكون معنا، ونتمنى نشوفك في المستطيل الأخضر مدرب طبعا متلاعب يعني ان شاء الله ابو احمد ان شاء الله. على قولك وجدة ترحب فيك يعني ما هي مشكله، جدة لما تغير الفكر الاداري اللي عندكم ابشر. لا ما عليك، دحين انا لا الفكر الاداري اللي عندكم كله، لا شوف كل الافكار لازم تتغير، الواحد بيتطور لازم يغير كثير. الله يوفقك كابتن حبيبي، كانت مداخله معك جميله، والله يعطيك العافيه. الله يسلمك، شكرا حبيبي، شكرا ابو احمد، شكرا لله يا سيدي، شكرا حبيبنا، الله يسعدكم جميعا. طولنا عليكم ساعتين بصراحة، ساعتين وشوية. شكرا يا عدنان، شكرا مين سيد علي، شكرا سيد علي على الصندوق، ضيفوا سيد علي، ضيفوا الداعمين والناس الموجودين، ضيفوا أبو أحمد، يستاهل أبو أحمد،
شكرا لك أبو أحمد حبيبنا، شكرا لكم. قضينا 2:39 تكلمنا فيها عن كل شيء. الله يسعدكم جميعا، أنا أسعد وأتشرف فيكم، وأنتم الفخر والسند بصراحة. ما هو داعي بطلع معاكم، متى تبوني أطلع أطلع معاكم، نتكلم نقاش، نسألكم أسئلة تجاوبوا، ونعطيكم هدايا لأنكم تستاهلوا. نبغى نخلص بس هذا عشان أستاذ عدنان أو أستاذ علي نضيفونه، يستاهل أستاذ علي. شكرا أستاذ علي، والله 2:30 هلال طاح صح، هلال كل الأندية، لكن هلال نادي كبير صراحة. أفتخر فيكم جميعا، الله يسعدكم، طولنا عليكم وهذا فخر، والله فخر، وأنا أحب الأندية كلها تواجدي معاكم لأنكم يعني تستاهلوا التواجد، تستاهل إني أسمعكم وأتكلم معاكم أتحاور معاكم عقليات وفكر. تواجدنا في هذا البرنامج مو للعب ولا التسلية، للفائدة، أنا أستفيد منكم وأنتم تستفيدوا، وربنا إن شاء الله يعطينا على قد نيتنا ويساعدكم ويعطيكم الخير إن شاء الله في أبنائكم في من تحبون. باقي 15 ثانية، أستاذ عدنان. ما نبغى نتكلم في الإدارة، الله يسعدكم. شكرا لكم جميعا، وتصبحون على خير، طولنا عليكم، نلقاكم على خير إن شاء الله خلال الأيام الجاية، يمكن بكرة يمكن بعده. اللي يباني أفتح بث يرسل لي رسالة على الخاص وابشروا، نفتح نتكلم ساعة أو ساعتين نتناقش فيها، حتى الأمور رياضية، نكتشف مواهب، نكتشف الشيء اللي عندكم، نتناقش في أمور حياة، يمكن تفيدوني في حاجات أنا مخفية عندي واستفدت منكم. شكرا، ونلتقي على خير، وتصبحون على خير، في أمان الله، شكرا لكم.